أشياء معنوية وبعض الأشياء حقيقية، لكن هو رجل شديد التقدير والله. الله عليك. ما يلا فسعيدا والله يعني. نحن جاهزين يا جماعة. بس نتأكد إنه ال الشباب المتابعين في الفيسبوك ظهرنا. ايوه تمام. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد وشهر جديد، ونحن في أبريل، وأبريل طبعا بيعني لنا الكثير، وإن شاء الله هنفرد إن شاء الله المجال أن نتكلم عن أبريل وعلاقتنا نحن السودانيين بأبريل. ولكن نحن اليوم في ونسة على دروب النجاح، البرنامج التوثيقي، البرنامج المعرفي الذي تتبناه مبادرة الباحثين السودانيين، المبادرة العملاقة، المبادرة الفتية التي تغلغلت في الجامعات، في المدارس، في كل الأكاديميات السودانية، يعني على المستوى الفردي وعلى المستوى العام. طيب يا جماعه، الونسه دي الهدف منها شنو؟ طبعا في ناس كتار جدا جدا ممكن يشوفوا الونسه دي مجرد خميس وونسه والشباب يجتمعوا ويتونسوا وكده، يعني لا، لكن الهدف بتاع اسمع من كده. في واحد يا جماعه اللي هو بولندي، البولندي ده عمل دكتوره، عمل بي اتش دي في 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 وينستر تشرشل. وينستر تشرشل اللي هو كان رئيس الوزراء البريطاني من سنه 1938 ل 1945 في احلك الظروف، وكان رئيس الوزراء. الولد البولندي ده والطالب البولندي ده عمل الدراسه في اللي هي الطريقه اللي بيلغي بها تشرشل الخطابات بتاعته، لانه عنده خطابات حماسيه، عنده خطابات حماس، عنده خطابات عاطفيه، يعني حسب الموقف الراجل ده عنده خطابات. والراجل طبعا من هو صغير مشى مع الجيش البريطاني، مشى السودان، ومشى يمكن الهند، يعني عبقريه، يعني تشرشل عبقريه سياسيه ما عاد يعني. فانا بتمنى كل الناس اللي دارين يدخلوا المعترك السياسي يرجعوا يقروا الموروثات بتاعت تشرشل. الواد البولندي ده عمل الدكتوراه دي، تمام؟ تاني بعد ذاك جات واحده المانيه اللي هي اسمها الكسندرا. الكسندرا دي يا جماعه عملت الدكتوراه بتاعتها في حاجه غريبه خلاص، عملتها في فيروز، الفنانة اللبنانية المشهورة فيروز. عملت يعني الدكتوراه بتاعتها في 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 علاقتها مع زوجها الرحباني واخوه، وكيف انه فيروز دي نجحت، يعني فيروز دي طبعا نجحت نجاح ما عادي يعني، تمام؟ نحن يا جماعه الفكره بتاعتنا بتاعت البرنامج ده نفس الفكره، عايزين نحن نمشي نحو في نفس الاطراف، في نفس المسار، انه والله نجيب الناس دي كلهم، دكتور رفعت وهيثم وبروف علام وبروف نمير ودكتور انور دفع الله ودكتور عامر دين واصيل دياب ودكتوره هاله ابو زيد، كل الناس دي يا جماعه احنا جبناهم ليه؟ عشان انتم تبحثوا في السير بتاعهم، تشوفوا انه الناس دي يعني النمط بتاعهم اللي خلاهم يصلوا للمرحله زي دي، يعني اي زول فينا ما شاء الله تبارك الله بيتمنى انه يكون في 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 محل واحد منهم، يعني مش حسد ولا غيره، لا يعني لانه هو قدوه لهم، تمام؟ طيب المقدمه بتاعتي يا جماعه، انا الليله ان شاء الله هستضيف شخصيه جميله جدا جدا، شخصيه رائعه بكل ما تحمل المعنى، الكلمه من معنى، شخصيه اكاديميه، رجل عطوف جدا جدا، اخو اخوان، به لمسه يعني صوفيه، يعني انا مهما تكلمت عنه ما حقدر يعني اوفيه حقه. دكتور رفعت كباشي حسونه، اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا شكرا ياسين، هيثم، وكذلك حيدر، وكل الناس اللي هسه في 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 يعني جالسين دارين يشاركوا معنا في في الونسة دي. وحقيقي الواحد ما عارف يعني يقولوا يعني أخجل تواضع الزول ب ب ب ب ب, ب ترحيبهم بانهم يكونوا جزء من الونسه دي. لكن يعني حقيقي ياسين انا ما عارف اقول لك شنو، لكن دائما هو
يعني اشكرك على الاطراء. طبعا قطع الكلام ده ما فيني، لكن انت دائما تحتفي بي يعني ومحبه، وانا يعني سعيد جدا جدا انه اكون هسه اتونس معاك وزي مجموعه، لانه المساله دي فعلا طول الزمن طويل نحن ما تقابلنا. وحقيقه الونسه والتاي اول حاجه طبعا لابد ان نزور اشكر كمان المبادره بتاعت الباحثين السودانيين، لانها حقيقي يعني اطار او فورم افتكر انه حيكون عنده مخرجات يعني يشوفها الناس لقدام، لانه افتكر انه ده اطار يعني راقي جدا جدا ومفيد و حقيقي يعني الناس محتاجه له في السودان او السودانيين تحديدا في الفتره الجايه، لانه الناس محتاجين زي ما قلت انت لانه يستفيدوا من التجارب. والمناسبه التجارب دي من اعظم التجارات الرابحه يعني. انت يمكن يكون في الكلام ذكرت اشياء عن التاريخ والتجارب وكده والاستفاده منها في المستقبل. عموما انا داير اقول انه التايتل بتاع اللقاء هو ونس على دروب النجاح. انا بفتكر انه يعني المصطلح بتاع النجاح ده مصطلح يعني شويه فيه يعني غايته او هدفه ده مش من ناحيه لغه، لكن اصطلاحا طبعا مصطلح كبير جدا جدا يعني يتحرك بين اشياء كثيره جدا جدا ماديه ومعنويه. يعني ممكن يكون في ناس بيشوفوا النجاح، بعض الناس بيشوفوه في العمل الخيري، في ناس بيشوفوه في زياده الراتب، في ناس بيشوفوه في فرصه بتاع عمل والى اخره. فبيبقى بعد ذاك شكله يعني فضفاض، لكن قطعا القيمة أنا بفتكر أنه كل ما يحقق السعادة والرضا هو نجاح، كل ما يحقق السعادة والرضا هو نجاح. والإصرار على تحقيق السعادة والرضا هو ده قمة النجاح في رأيي. وبالتالي يعني تخيلت أنه المسألة دي الونسة دي ممكن تكون يعني تكون ونسة على دروب الحياة، لأنه أنا بفتكر أنه هي صحيح يعني بشكل عام يعني ممكن بعد ذاك قطعا اي حياه حققت سعاده او رضا على الاقل لمن حول الشخص او حول من المؤسسات الناس اللي شغالين معاه اهله الى اخره، انا افتكر انها هي تجربه تستحق ان الناس يجيفوا فيها لانه قطعا حيستفيدوا منها. فيعني ده 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 واحد من الاشياء عشان الناس ما تقوم تحصر النجاح فقط في المسائل الأكاديمية أو البحثية إلى آخره، لأنه يعني في نماذج كثيرة في الحياة بتوري أنه نحن كعالم ثالث في السودانيين بيحتفوا فعلا بالنجاح. يعني بتلقى أنه الناس الناجحين أكاديميا بتلقى يعني يحتفوا بهم منذ أن يكونوا صغار لحد ما يصلوا مراتب عليا جدا جدا، وقطعا هم حينجزوا. فالدائرة يقولوا أنه أنا غير قصة تحقيق السعادة والرضا بفتكر أنه النجاح لأنه من نجح أو نجح فعل، أنا بفتكر أنه في فعل متعدي وفي فعل لازم أفتكر في مسألة في تصنيف زي ده اللي هو أنه أنت ما تحقق من نجاح أثروا على من هم حولك شكله وشكله. نعم. كل ما زاد الأثر ده أنا بفتكر أنه القصة تستحق أن تروى، بمعنى انه يعني انت تماما كالعباده الى اخره. يعني في اشياء حقتك انت اساسا بتصلي لنفسك بتصوم لنفسك، لكن انت تتصدق للاخرين. وبالتالي النجاح لما يكون مربوط، يعني تذكرت بعض الامثله الماديه والعينيه، انه يكون زياده راتب او حافز مادي او ترقيه او وظيفه، في اشياء بتكون هي نجاح. يعني الانسان بيكون حقق غايه لكن يعني لم تتعداه الى ما هو سواه يعني. وبالتالي انا افتكر انه النجاح فعلا اللي بيحقق السعاده والرضا هو النجاح المتعدي، او يكون الفعل فيه متعدي لمن هم حولك. وقطعا المساله دي يعني تتمثل في اشكال كثيره جدا اللي هي زي ما قلت لك في التجارب الحياتيه، الخبرات والظروف والمعاناه والصبر والعزيمه والاصرار الى اخره.
نعم. فإن كان عندنا وضع زي ده قطعاً الناس الليلة ممكن نشاركوا مع الناس ونشوف. أكيد طبعاً الناس. أكيد أكيد يا دكتور، الله يديك العافية على المقدمة التي تشبعك والمقدمة التحفيزية. طيب نحن هنبدأ معك من الصفر، يعني النشأة والتكوين والمدارس الابتدائية يا دكتور. طيب قبل الصفر يمكن أكون لسه أنا في الصفر، لكن يعني لما أنا يعني أنت دعيتني لأنه أكون ضيف عليك في أنا وشفت بعض الحلقات، يمكن هو اسمه بروفيسور شريف ده بروف على المعيز عمر بقية البروف. نعم. في بعض البنات برضو، في أنا أفتكر إنه كمان المرأة السودانية دي مناسبة امرأة عظيمة جدا يعني تستحق أن يحتفى بها، لأنه إحنا عندنا مشاريع ضخمة جدا بتاعت نساء يستطيع أن يقودوا العالم مش السودان. نعم. فحقيقة كنت سعيد، وبعدين بعين للناس وأنا بشوف أنه هل الونسة دي فعلا بتاعتنا حتكون في دروب النجاح يعني مع تواضع تجربتنا وكده، فذكرت علي البروفيسور علي المكرم ربنا يرحمه أنه يعني هو كان مغرم جدا طبعا ببلاد العم سام وبدراسة التاريخ يعني القديم لمجموعة الهنود الحمر وكده، فواحدة من حاجاته بيقول ذهبت لقاعة الفن في لوس أنجلس فوجدت أن المقاعد الخلفية مكتظة بينما المقاعد الأمامية خالية وعليها ديباجات كتب عليها محجوز محجوز محجوز. قال فجلست في إحداها فجاءني اثنان وقالا لي أن هذه المقاعد تخص كبار الزوار، فقلت لهم لن أبارحها حتى يأتي مدير القاعة. فقال فلما أتى قال نظر إلي جيدا وقال لي أنك بوجهك الطويل هذا تبدو من كبار القوم وسادتي. فهسه أنا زي وضعي كده أنه أنا لما عينت لمن استضفتهم في 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 الحلقات الفاضلة لقيت أنه أنا يعني بحلقتي دي أصبحت من كبار القوم وسادتي، وأنا قطعا لست كذلك. أنا رفعت كباش حسونة، اتولدت في 5/11/63 في قرية وادعة، ناسكم مش بيقول لك في ضاحية، ما بعرف المصطلح ده بيعجبني أنا جدا يعني تديك إحساس كده لما تقول ضاحية تديك إحساس أنها مليانة بالخير كده والأشياء اسمها، يعني هي في القرب من مدينة هود مدني وعندها موقع مميز جدا لأنها يعني هي حقيقي قاعدة في مثلث بين بركات ومدني وحوالينا أو هي تحتضن حقيقة منطقة يعني اسمها مارنجان، وأهل مارنجان ديل بيقولوا مارنجان السودان يعني في اعتزازهم بالمنطقة، وأنا أتفق طبعا يعني أبصم بالعشرة لأنه مارنجان هي فعلا مارنجان السودان، وحاوري الفكرة دي أنه نحن أصلا ما من الجزيرة مبدأ يعني أهلنا أو جدنا رحل أو ارتحل حقيقة تحرك من شمال السودان ودبودني، لأنه فعلا الرحلة الهجرة في السودان دائما الرحلات يعني السعي وراء الكلا والحضارة بتكون شمالا، ففي الهجرات في السودان جنوبا يعني هو تحرك من شمال الخرطوم إلى المنطقة دي في زيارة عادية جدا إلى مدينة هود مدني، في زيارة يعني لصوفية لناس صالحين يعني لأنه هو كان حافظ القرآن ومهتم جدا بالمسألة دي، فجاء زيارة ومفروض يرجع، وقبل ما يرجع قام قال لهم أنا داير يعني أكون جنب البحر في منطقة أو جنب النيل عشان حيرجع بالباخرة، فقال هذه المنطقة اللي اسمها دار الميلاد وهي منطقة طبعا يعني عندها جغرافيا وتاريخ غريب جدا جدا زي ما يعني أنا أفتكر أنها هي تمثل برضو سودان مصقر و تحتضينا مارنجان يعني بيننا وبين مارنجان ما في مسافة، وبالتالي نحن مارنجان ذات بنعتبر ان نحن من ابناء هذه القرية دار البال، مربوطة بقرية اسمها ام صمد معروفة جدا اللي هي شرق شارع سنارة على 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 النيل الازرق، وبين دار البلال وام صمد اواصر بتاعت قرابة وأهل يعني اللي هم أهل المنطقة نفسهم هم من الجابراب كويس، وبعد ذاك المنطقة قامت أخذت بعض الناس الثانيين الجو، والسبب في مجيئهم أنه بركات
كانت عاصمة السودان at that time لأنها هي رئاسة مشروع الجزيرة، مشروع الجزيرة كان هو يعني عصب الاقتصاد في السودان في الوقت ذاك، يعني يمثل الهيبة في كل معانيها، يعني الالتزام في الخدمة المدنية والانضباط في الزمن والعمل. وبالتالي نحن قمنا نشاني في المنطقة، تخيل أنه نحن جنوبنا بركات بمسافة 3 كيلو نمشيها يعني راجلين زي ما يقولوا، وأمصنط تماما شرقنا وهم أهلنا، ومارنجان تحتضننا باعتبار أنه ليس بيننا وبينها أي مساحة، وفي اتجاه الشمال والمدني على مسافة 6 إلى 7 كيلومتر. فالمسألة دي يعني خلقت جغرافيا بفتكر أنها راغي جدا جدا، وزي ما قلت لك أنه لأنه في مشروع الجزيرة بالتالي مرنجان ذاته بقوله مرنجان السودان لي ودارون بلال كذلك، لأنه هي خليط من كل أجناس السودان من كل مناطق السودان لأنه جول العمل في مشروع الجزيرة. وبالتالي إحنا قمنا نشأ في منطقة يعني تعج بالتنوع في 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 أسمى معاني هو، وما كان في أي إحساس بصنف غير أنك أنت سوداني، عرفت في الحتة نفسها وأنك أنت ابن الجميع إلى آخره. ولدت في قرية دار البلال، أبويا المرحوم الأستاذ كباش حسونة رجل يعني شاعر معروف وعنده مساهمات في كل ضروب الشعر والحياة الثقافية في المنطقة وفي على مستوى السودان، ويعني كان يعمل بالتجارة يعني من تجارة صغيرة إلى أن وصل لأنه تاجر بتاع قطاعي في سوق مدني وكان معروف. ولدت وسط مجموعة من الأولاد، يعني ممكن تقول البيت شكله زي البيت العزاب، يعني ما شاء الله كنا أولاد في يعني أخواتنا جو في الآخر، وبالتالي كان بيتنا يعني مع مجموعة من الأهل اللي كانوا موجودين برضو للعمل وكذا، فالبيت كان عشان كده أمنا يعني ربنا يديها الصحة والعافية كانت من النساء اللي بتتحرك من المطبخ عشان تمشي الغرفة بتاعتها بعد الساعة 11 بالليل عادة كل يوم، لأنها بتكون شغالة ديبودي للشغل. وقريت في دار البلاد ذات المدرسة الابتدائية اللي هي كانوا كنا أول دفعة فيها، لأن الناس بيقروا فيهم صنوط الابتدائي عادة والوسطى وبعضهم في بركات، فقريت في مدرسة دار البلاد الابتدائية اللي هو نحن كنا أول دفعة فيها، امتحنا في منا للوسطى للمدرسة المتوسطة وشيت صنوط زي ما قلت لكم صنوط ابتداد طبيعي دار البلاد وصنوط ابتدادات لبعض لأنهم هم أهل منطقة واحد يفصل بينهم تنضب أو الشجر التنضب المعروف الغنيب الحنبك اللي بيعرفوه، يعني لأن هي منطقة على البحر والناس أهل. يعني درسنا المرحلة المتوسطة في الصنوط، ثم الثانوي برضو كنا أول دفعة في مدرسة بركات الثانوية اللي هي نحن أصلاً يعني كانت أنشأت حديثاً ولسه ما كملت، لكن خشينا فدرسنا فيها الثانوي. فكل المرحلة منذ يعني نعومة الأظافر كما يقول المبدعون حينما يستضافوا، وحتى الثانوي كلها قضيت في هذه المنطقة اللي هي من دار البلال. وإذا طلعت من بيتنا ونظرت يعني في اتجاه الجنوب ترى بركات، وإذا نظرت في اتجاه الشرق تجد يعني تنظر إلى الصنوط ومرنجان جزء مننا، ومدني في اتجاه الشمال، وكل المناطق دي قطعاً يعني حبيبة للنفس، والواحد بيعتبر أنه منا يعني ويعتز أنه منا، لأنه يعني عشنا فيها أجمل لحظات يعني طفولتنا وصبانا، والواحد قطعا أنه هي ساهمت في مكون كبير جدا جدا من شخصيته وشكله. يعني يا دكتور معلش أوقفك هنا شوية، يعني مستمتعين جدا. أول حاجة بنرحب بكل الناس اللي انضموا لنا في الفيسبوك والناس اللي معنا في الزوم، يديكم العافية و بيرسلوا لك التحايا وبيترحموا على الأستاذ الغدير عصام كباشي ربنا يرحمه ويغفر له، كان أحد أساتذة الرياضيات بمدرسة حنتوب الثانوية. طيب يا دكتور، ال 12 سنة بتاعت المدرسة الابتدائي والمتوسطة والثانوية العالية هذه ما داري إنها تمر مرور الكرام كده. طيب أنت المدرسة الابتدائية أنتوا أول دفعة، المدرسة كانت مختلطة ولا بس مدرسة بتاعت أولاد؟ المدرسة كانت مختلطة، لكن يعني يمكن
في دفعتنا نحن ما كانت شديدة الاختلاط بمعنى انه يس ما الناس اللي قبلون بعدنا كان يقبل البنات والاولاد، اما نحن فقبلونا اولاد بيور وبعد ذاك بدوا يطعمونا ببعض الاخوات يعني عرفتها، وبتكون يعني التطعيم اسبابه انه البنات كانوا وردي في دفعتنا كانوا مشوا يدرسوا في السنطة وفي غيرها، لكن فكان في 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 دفعتنا كانوا في اربع بنات تفتكر في الفصل معنا يعني بنات واخوات في الابتدائيه. وبعدين المدرسة كانت خليط بين المدرسين والمدرسات، وطبعا يعني عظمة المعلم، طبعا أنا معلم مبدأ وتمنيت أن ألاقي الله معلما، لأن المعلم هو الشخص الوحيد الذي له يدين، ليس يعني له ثلاثة يدي، عنده يدين ممدودات وما عنده يد ثالثة في جيبي أحد، وانه قطعا المعلم يمارس اشرف الصناعات بعد النبوه. فانا حقيقي بديت معلم في حياتي ولا زلت معلم بفتكر نفسي. فالمدرسه كان فيها معلمين، وبعدين معلم الابتدائي ده كان عنده سمه ما تتخيل، يعني انت في يعني شكله في نفوس الطلبه يعني في الوقت ده، كان يعني الواحد احساس ما بتقدر توصفه غير انك انت غير انه تذكر بالناس، لانه قطعا بيكونوا عاشوه، انه انت في مرحله ابتدائيه في صباك الباكر في اللحظه اللي بتكون انت ما عارف عمرك، يعني في الانسان في لحظات ما يكون عارف عمره. يعني لا ينظر لعمره او لا يستدرك فيما بعد انه كان عمره كم لما كان عنده الاحساس ده، زي ما قال الطيب صالح في واحده من حياته في اظن في حفن التمر ولا في هنا، بيقول انه انا لم اكن اعلم كم كان عمري حينها، ولكنني كنت حينما اذهب مع جدي للسوق كان الناس يربتون على راسي ويغرسونني في خدي ولم يكن يفعلون ذلك مع جدي. فالفكره دي في العمر دي انت بتكون محتفي بمدرس المرحله الابتدائيه، ده احتفاء غريب جدا، بتتخيل انه هو شخص جاي من السماء ما موجود عادي، يعني ممكن يعمل اي حاجه، هو افضل من اي حد، يعني الزول الوحيد اللي بديك انه افضل من اي حد هو معلم المرحله الابتدائيه. فكان في معلمين افاضل وفي معلمات فضليات، ولا زال يعني موجودين هم لما يعني، ونحن مدينين لهم بكثير والله بكثير يعني منه. وانا ما درست لو بديت اذكر في الاسامي قد اخش في هنا، لانه اللي قدامنا احنا حياتنا كلها اسامي يعني، وكل الناس دي ساهموا في حاجات الزول بشكل لا استطيع التعبير عنه، لكن كانوا يعني كان المهم المدرسه ذات تايم في دار البلاد كان مديرها رجل فاضل استاذ اسمه عبد الحي حاج عيسى من منطقه حله حسن كويس، وفيها معلمين من المدرسه الصوره دي في الجامعه طبعا في السنه الاولى، ففي معلمين من المدرسه ذاتهم اللي هو الاستاذ حسن عبود ربنا يعني يديه الصحه والعافيه، والاستاذ السماني، وفي معلمات فضليات يعني من جزء منهم من مدن وجزء من صمت. حقيقي الواحد في الفترة ديك، وإذا أنت ذكرت الاختلاط يعني، لأنه المسألة في الوقت ذاك يعني عندها حساسية بمعنى شنو، أنه أنت يعني جزء من تربية الناس وأشياءهم قصة القبول يعني أول مقارنة، دائما الناس بيقارنوا يعني إحنا كنا في مدرسة مختلطة أوكي، لكن في معظم المناطق الجمنة في الصنوطة وفي بركات المدارس غير مختلطة، البنات براون والأولاد براون، فهي ممكن في المرحله دي انه زول في الفتره دي، لانه رب يعني هي ده ظرف وجد، انا افتكر انه احنا استفدنا منه فائده عظيمه جدا، انه يدرسونا معلمات، لانه المعلمات دي العظيمه جدا كويس، وانه يكونوا معاك بنات في المدرسه في الحوش بتاع المدرسه بتعرف تتعاون معاهم في وقت فيه ممكن ناس ثانيين يفتكروا انه يقول يا اخي مشي انتوا بتقروا مع البنات مثلا عرفتها، ولا مثلا في الوقت ده يعني كان ممكن يكون فيها شيء زي ده، لكن انا افتكر انه ده كان فيه عنده كونتريبيوشن كبير جدا جدا على ما جاء بعد ذاك من مراحل. طيب تفضل يا سيدي. انا صراحه يعني انا بحبذ المدارس الابتدائيه تكون مختلطه، لانه انا جالس في مدرسه ابتدائيه، فالمدرسه الابتدائيه لما تكون مختلطه اول يعني المراحل التعليميه الصغرى دي لما تكون مختلطه بتخلي زول كده متصالح مع البيت، متصالحه مع الولد، والولد متصالح مع البيت، يعني ما بكون بيناتهم في مشاكل، فدي ذات جزء يعني الناس الباحثين في الفكر وكده يرجعوا للحته دي، لانه دي جزء
من انك انت كيف تحارب التطرف ضد الجنس الثاني. يعني هسه ما في رجال متطرفين ضد المراه وفي نسوان متطرفات ضد الرجل. يعني ما 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 ما, ما, ما الرجال ملائكه ولا النساء شياطين ولا العكس يعني. تمام. فالحاجه دي انا غايته حسب خبرتي البسيطه وحسب البحث بتاعي انه حاجة جميلة يعني تكون في الوقت ده. ولاحظت إنه أي دول قرب مدارس الابتدائية مختلفة بيكون وسط يعني في التعامل. طيب يا دكتور نجي للمرحلة. بس 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 لو سمحت أقول لك إنه هي قد ما تكون كلامك ده صحيح 100%، لأنه هي بتكسر لك الحاجز بتاع التعامل، الحاجز التعامل المخلوق في الوقت ده يعني الموجود ثقافيا بينك وبين البنت كويس، لأن وبعدين بتكبر جواك احساس المساواه يعني باعتبار نعم. انت ما عندك حاجه هنا. وبعدين وجود المعلمات ديل كمان بيديك برضه احساس، لان المعلمات ديل كان عندهم شخصيات عجيبه جدا يعني، كان عندهم شخصيات قويه. بعدين كانوا بيعرفوا، كانوا يعني على درجه عاليه جدا من التمكن عرفت والثقافه، وبالتالي بتقوم انت تعالي للمراه يعني في الوقت ذاك. لو انت ما قريت مدرسه ابتدائيه مختلطه هيكون انت جاي باحساس انه عندك امك في البيت اللي هي بتاكلك وتشربك ومصدر الحب والحنان صح؟ كويس؟ لكن بتكون ما عندك احساس او ادراك بانه المراه ممكن تكون يعني ما المراه الموجوده في البيت او اللي هنا، يعني في مراه يعني نوليدجبل وعندها سكيلز وعندها باور وعندها شخصيه بتاعت انها هي ممكن تقدم شيء يدهشك. فنحن كان عندنا مدرسات في المرحله دي كانوا متهشات لحد الانتهاش يعني متمكنات في مادتهم وشخصيتهم وفي تعاملهم. ففعلا المساله دي بتحدث بعض التفوق عندك على اقرانك، لانك بتكون كسرت الحاجز في التعامل مع البيت وادركت بقيمتها وحسيت بالحنايه بتاع المساواه، وعرفت ان المراه يعني كمعلمه ممكن تكون مدير التعليم وممكن تكون اي حاجه. وبالتالي المساله دي فعلا فيها احساس يعزز مكانه المراه عند الشخص، وبالتالي بتمشي انت اكثر تحررا من غيرك اللي بيكون ما قرا او ما قابل النساء او البنات او الجنس الاخر في المرحله دي. تفضل يا اسامه. نعم يعطيك العافيه دكتور. طيب نجي للحته المدرسه اللي هي الصف الثالث ثانوي، اللي هي دي الحته اللي بيكون فيها الزول خلاص بدا يغرر انه يمشي علمي او ادبي، وبعد ذاك بتكون بعد المرحله الجامعيه. فانطباعك شنو كان في الفتره دي؟ او يعني كان الخطه بتاعتك شنو؟ يعني انك انت عايز تعمل شنو؟ تمشي تقرا علمي ادبي؟ الشكل بتاع الحجز ده كان كيف زمان يعني؟ ايوه نحن زي ما قلت لك انه في الثانوي يمكن نكون المساله يعني يا ريت يكون في جزء من زملائنا موجودين معانا، لانه حقيقه هي مرحله كانت خصبه جدا وكانت لطيفه برغم المعاناه فيها. نحن كنا بنعاني في الثانوي، بنعاني ليه؟ لان المدرسه كانت اول دفعه، والمدرسه دي قبلوا لها طلاب قبل ما حتى يكون في مدرسه. فهمت المساله؟ انه نحن درسنا يعني اولى كلها في الثانوي درسناها في نادي الموظفين في بركات، في نادي لانه كان في الوقت ذاك بيعملوا في المدرسه، وكان فيها قصص وكان فيها طلاب مبدعين جميلين جدا جدا يعني تعاملوا مع المساله دي بشنو؟ طلعوا ادبيات، يعني لو جمعت تطلع ادبيات. يعني تخيل انه انت طالب طموح جاي مجموع عالي تمشي مدرسه ثانويه او السني او تمشي حنتوب، يقوم فجاه تكتشف بانه في الراديو عبر الراديو وزعوك لمدرسه اسمها بركات وانت ما شايف في مدرسه على الارض. وبعد ذاك قاموا قالوا لها تمشي نادي الموظفين. فهي حتى نادي الموظفين يعني في الوقت ذاك الناس كانوا طبعا شايفين المساله دي، لكن صدقني والله كان في 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 في, في كان المساله دي كانت فيها اضافه للناس يعني ادركوها اللي قدام، لانه كنا في الفتره ديك نحن موجودين في نادي المصريين زي ما قلت لك طلعت ادبيات. والمهم عانينا، وبعد ذاك مشينا المدرسه ذاتها في ثانيه. وبالمناسبه انه انا زي ما قلت لك الطلاب كانوا طلاب يعني مستوياتهم جيده كلهم، بعدين كانوا يعني احساسهم تجاه بعض يعني المدرسه دي كانت يعني فيها كميات بتاعت محبه وعلاقات وصداقه امتدت. يعني هسه انا لو كان في اللايف ده مثلا في ناس معانا كانوا في البركات صدقنا انه يعني بكون محتفين جدا، وانا بكون محتفي جدا لو لقيت اي زول منهم في اي حته واسال عنهم وممكن نتجمع. الشاهد انه المعلمين اللي كانوا بيجيبون للمدرسه لما تكون في مدرسه جديده طبعا انت تستطيع ان تميز ان المعلم الجيد خالص ولا هناي ما بيجي مدرسه زي دي.
صح؟ لأنه لو جاء مدرسة دي هو مدارس كبيرة بيلقى فيها أوضاع أفضل من ناحية مادية، وغادي يبقى فيها مسائل بتاعت بيت إلى آخره. فالمدرسة هنا أول حاجة محدودة، عدد الطلاب محدود، وما بكون في يعني أي اسم شنو بنود أو أشياء ممكن المدرسة تكسب منها زيادة عن المدرسة. عشان كده كانت المدرسة بحاولوا إدارة مشروع الجزيرة تحاول تجذب المدرسين بأي شكل، يعني يوفروا لهم ترحيل، يعملوا لهم ميز إلى آخره. فالمهم إنه جونا معلمين، أنا بفتكر إنهم نحن برضو يعني لهم دين علينا كبير جدا، لأنهم قبلوا بأنه يجي يشتغل في مدرسة في بداياتها وكانت ما مستقرة في الأول وكده. فدرسنا معلمين يعني محترمين جدا جدا، وبرضه ساهموا مساهمة كبيرة جدا، لأن الفترة بتاعت الثانوي أنت بتبدأ تكون شخصيتك. ولا زال يعني الناس وتربطنا بهم صلات، يعني في ناس نتمنى أن نراهم، ما معرف لهم حصل لهم شنو في الدنيا، لكن في ناس موجودين يعني منهم الآن في واد مدني، في بعضهم يعني في أستاذنا عبد الله أحمد حسن، أو عبد الحسن ده أستاذ بتاع تاريخ ما زال موجود، وبعدين بيني وبينه ود منذ المدرسة في الوقت ده. وبعدين أنت سألتني من قصة علمي وأدبي، أنا كنت أنا حقيقة في اللقاء ده ما لا لا يعني ما أقدر أتحدث عن نفسي، لأنه أنا ولا حاجة بفتكر إنه أنا بتحدث عن تجاربي. نعم. إيه، لأنه التجارب ممكن الناس يستفيدوا منها، أما الحديث عن نفسي فيفتكر إن الناس التانيين أفضل إنه يتحدثوا عني، يعني لو إذا يعني. لكن الدائرة أقوله ممكن المسألة دي لأنه أستاذ عبد الله موجود، ربنا يديه الصحة والعافية، فكنت أنا بحب المواد الأدبية وخصوصا التاريخ، يعني التاريخ هو بدرس أستاذ عبد الله أنا بحبه، في نفس الوقت بحب الكيمياء والفيزياء والأحياء، وكنت بشكل يعني جيد. وبمناسبة يعني يمكن يكون في المرحلة دي نحن من امتحان الشهادة السودانية أنا جبت أعلى نسبة في المدرسة، يعني أنا في الوقت ده جبت 71.7، يمكن النسبة اللي بعدها طوال 65، عشان كده معظم دفعاتي خشوا الجامعة بعد، يعني ما خشوا معي، وأنا الظرف وداني يعني مشيت لقدام طوال. لكن الدائرة أقول أنه أستاذ عوض الله ده كان حزين جدا جدا عشان أنا حامشي أدبي. المسألة دي الآن إذا الناس بيقول لك إذا استدبرت من أمري ما استقبلته، أنا شخصياً ما أقدر أقول، أنا بحب الكيمستري، مشيت في الكيمستري يعني، وآي ديد ماي بي اتش دي في الكيمستري، لكن صدقني أنا يعني أفتقد جداً المواد الأدبية، أفتقدها جداً، وعندي إحساس إنه لو كنت مشيت فيها يعني في الوقت ذاك يعني الثقافة سيطرت على الناس إنه بيفتكروا إنه المواد الأدبية دي حاجة ما بعرف جات من وين الكلام ده. مثلا التاريخ، بس ناخذ التاريخ مثال، انه التاريخ مثلا الناس لو خش الواحد كلية آداب في جامعة القاهرة او في جامعة الخرطوم الى اخره، هيقوم يكون في كلية الآداب دي يكون دار لغة انجليزية مثلا، كويس، لو ما لقى لغة انجليزية يكون دار لغة فرنسية او دار في الاخر يقوم يمشي للتاريخ. انا بفتكر انه اي امة تحمل التاريخ مثلا تحمل التاريخ لن تتقدم الى يومك. المثال اللي ما اقدر استرسل فيها، لكن فلننظر للقران. القران 70% من القران قصص. المثال دي ما ليست اعتباطا، يعني لماذا القصص؟ انا داير اقول انه انا عندي مثال، في عندي صديق عزيز حدثني عن اول حصه تاريخ درسها في المدرسه الابتدائيه. لو اي واحد فينا بيتذكر انه لما نحن كنا في الابتدائيه انت بتبدا سنون ها اجدادنا القدماء، لا ما اجدادنا القدماء هذيك واقف في ناس بيقولوا خدتوا هناي كده روس هناي الدائرة. اقوله شنو؟ انه انت بتقرا في الابتدائيه مثلا في اولى عربي وحساب، مش كده عربي حساب ودين، اسمها كده عربي حساب دين، بعدك بتمشي لقدام بتبدا تخش المواد معاك وانت ماشي في سنه ثانيه. نعم. هاي بعد ذاك لما تخش المواد دي، واحده من الاشياء اللي بتقوم تدخل على نفسك البهجه والسعاده، وغد تبقى مشروع لانه يتهكم عليك بعض الناس الاكبر منك، يقول لك يا اخي انت لسه بدوكم كده، ولا انت ماشي على الوسطى يقوم يقول لك يا اخي حيدوكم انجليزي، ويقوم يتفلسف عليك بكلمتين ثلاثه مثلا. فالمرحله دي يعني انا ما بعرف هل من الناس الحضور ديل قد يستدرك انه لما كان في الابتدائي التاريخ درسوه في سنه كم، واول حصه التاريخ كان شكلها شنو. افترض انه المسائل دي تكون فيها
يعني في محطات زي دي اللي هي اول حصه انجليزي مثلا، اول حصه لغه فرنسيه، مش كده؟ فالاخونا ده اللي هو من الناس اللي اسمه حسن مالك، اللي هو من اولاد من ناس كسله، كان قدامنا في كليه التربيه بتاع لغه انجليزيه، رجل يعني موسوعي كده كشكول، كان يوارث الرياضه والثقافه وخطه جميل وبتاع لغه انجليزيه وبيعرف اللغه العربيه رجل. فمره قص لي قصه وقفت فيها كثير جدا، قال لي انه في اول حصه تاريخ في المرحله الابتدائيه، قال لي احنا عارفين حيدرسونا تاريخ، تمام؟ طيب ما عند تصورنا للتاريخ شنو؟ هي زي بتخيل انه حاجي قصص قديمه كده، تمام؟ فقال لي الاستاذ جاء خش الفصل وكتب التاريخ في السبوره او في التخته، وكتب التاريخ فقط، قام ادى جاب طالب من الكنبه الاولى يتكلم معاه كلام، او ادى ورقه مكتوب فيها كلام، قال له اقرا الكلام ده هو لحاله. فالطالب قرا، شال منه الورقه اللي اداها له، شاله منه وقام قال له امشي اكتب الكلام اللي قريته، كلام في الورقه دي. الواد مشى كتب، بعد كتب قال له جارك طوالي واديه الورقه دي، اداه الورقه شيله منه شيله، قال له جاره يلا اكتب الكلام في الورقه، جاره لبعده للبعده للبعده لحد ما الكلام ده الفصل كله، تخيلت القصه. بعد خلص قام قال لهم يلا ورونا اسمه شنو، ورونا يلا الكلام المكتوب في الورقه ده كتبوه عندكم، اي زول يقرا الورقه اللي عنده، اي زول بدا يقرا في الورقه اللي عنده. لما مر على 40 طالب كانوا اي زول بيقول في كلام بيختلف من الثاني، ما هو بيقرا ورقه وبيرجعها وبيكتب. بعد خلصوا ال 40 قام قرا لهم الورقه الاصليه اللي هو اداها للطالب الاول اللي هي بتختلف عن ال 40، وقام قال يتلف طوال الراجل ده قبل على سبوره الاستاذ وكتب لهم هذا هو التاريخ. كتب تاريخ في النص، تخيلت الفكره اللي هي اذا انا ها نقل اللي هي نقل المعلومات او من جيل لجيل او من شخص لشخص او كذا. يعني الفكره الاساسيه شنو؟ انه نحن كنا يعني احساسنا يعني تخيل انه طالب في الابتدائيه او في الوسطى او في الثانوي يكون فاهم انه التاريخ ده ماده ما عندها قيمه، تخيل انه مش حسره، ما بعدها حسره. اذا انا بتكلم عن القران الكريم اللي هو الكتاب الامين اللي اسمه شنو؟ فيه منهج الحياه، الكتاب يعني الوارث حتى يوم القيامه، 70% منه قصص. تخيل انه احنا بنتعامل مع التاريخ بمعنى يعني لو هسه نحن رجعنا، يعني الناس يتحدثوا يقول لك ذاكره الشعوب لانه ما بعرف ايه، لكن عينوا لاوروبا دي نهضت كيف؟ نهضت بالكتب القديمه شالتها من ما حولها، مش كده؟ يعني اذا من العراق او من دوله الاندلس الى اخره. فبدون تاريخ انت لا تستطيع ان تتقدم. انا سمعت واحد من الاساتذه الاجلاء في برنامج في التلفزيون مره يتحدث عن التاريخ، فقام قال له ما هو التاريخ؟ قال لهم التاريخ هو الماضي، الماضي يحدث الحاضر عن المستقبل، الماضي يحدث الحاضر عن المستقبل. فما في عظمه بعد كده، تمام؟ ما في عظمة افتكر بعد كده. فنحن نهمل التاريخ ونهمل اساتذة التاريخ مثلا، نعتبر ان التاريخ مادة ما عندها قيمة، والزول لو مشاو كتخصص يمشيوا مجبر، بينما التاريخ هو الاساس في رايانا في اي نهضة، حتى في العلوم. في العلوم انت لما بتتكلم عن العلوم عندها تاريخ، تاريخ العلوم في الميديسين في الطب هنالك تاريخ الطب. لكن يا دكتور دائما لا بتوافقني الراي بس في الحته دي، لانك يعني فتحت لي طاقات كده. انا بتوافقني الراي انه نحن عدم حبنا للتاريخ ده اللي هو ضيع تاريخنا ذاته. يعني ناسي مثلا التاريخ السودان، يعني ناسي مثلا هنا لما تجي مكتبه في بريطانيا بتلقى فيها كل شيء، يعني التاريخ من بدايه القبليه في بريطانيا وقبل ما تتكون، وبعد ذاك الملوك والحرب الحروبات وكده. الحاجات دي في السودان ما بنلقاها في حته واحده. فهل ده عنده علاقه بانه عدم حبنا للتاريخ، او نحن يعني التاريخ ده جاهلينه كماده هو الاثر علينا لحد الان؟
طبعا هو اثر وبعدين من تاثير كبير وسوف يؤثر اذا الناس ما استدركوا امره في رايانا يعني. وبفتكر انه نحن مش ما بنحبه يعني، هي ثقافه الانطباعيه بتاعتنا نحن، اللي هي انه اي شخص اكبر منك او انت بتثق فيه او كذا يديك معلومه وانت تاخذها وتمشي بها يعني. يعني قطع اي زول اهمل التاريخ اهمله ليه؟ لانه في حد اكبر منه او في زول قال له يا اخي ده كلام قطعا يعني، وذاك في الاساس اخذ الحاجه دي من شخص وهكذا. هنا دي واحده. اثنين، انت تتحدث عن بريطانيا والبريطانيا دي اسمها بريطانيا العظمى اللي هي حكمت العالم كويس، فده الاهتمام بالتاريخ. تعال نرجع للسودان، متى كتب التاريخ في السودان اصلا؟ انا ما ادري احول الونسه لتاريخ، لكن بفتكر انه التاريخ في السودان ذاته كتب 200 ومنو كتبوا كويس. ولو رجعت باك انه السودانيين احتفوا بطبقات الضيف الله كويس، اللي هي يعني حتى يعني المساله بتاعت انك انت يعني انا ما ادري اتكلم، لكن ده اقول انه نحن ليس لدينا يعني ما يكفي من 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 من, من اسفار من اسم شنو من مواد ماده بتاع التاريخ كويس، تقوم تقنع الناس بانه التاريخ ده حاجه مهمه جدا والناس يشوفوا فيه. في ناس متهدين من المناسبه يعني، انا بعتبر انه في يعني ناس، انا على ذكر التاريخ حاذكر، انا ذكرت الاستاذ عبد الله الحسن درسي بركات وكان يتمنى انه انا اكون ادبي عشان امشي. حاذكر كذلك انه في استاذ اسمه الفاضل السنوسي، دكتور الفاضل السنوسي في ود مدني، معلم من المعلمين الأجلاء جدا، كان معلم وسطى وانتقل إلى الثانوي ودرس التاريخ، وكان أنا اشتغلت معه في مدرسة السني، بيننا ود ومحبة وعلاقة كبيرة جدا. هذا الرجل يعني برضه موسوعة بتاع التاريخ، وللأسف يعني الناس حتى الناس ما في ناس كثيرين جدا ما مستفاد منه، كأنه يعني دكتور فاضل السنوسي اشتغل في التاريخ مدرس، وبعد ذاك عمل ماستر وبي اتش دي في التاريخ، وربط التاريخ ده بشنو؟ باشياء بالفن والموسيقى الى اخره في منطقه مدني، وربطه بالحركه الوطنيه. احنا محتاجين لاشياء زي دي في رايي كويس. فانا الدائرة اقول انه نحن في ناس يتحدثوا عن اعاده التاريخ، اعاده كتابه التاريخ، في ناس يتحدثوا عن اعاده او قراءه التاريخ كويس، لكن الدائرة اكد عليه هنا انه التاريخ يا جماعه مهم جدا كويس، مش على مستوى تقدم الدول، بل شيء يجب ان نغرسه في اولادنا ننظر له. يعني هسه انت يا ياسين عايل لنفسك من ناحيه التاريخ، بس عايل لنفسك من ناحيه التاريخ، حتلقى انه انت لو سحبنا منك اي مكون في الفتره اللي فاتت دي في الجغرافيا او الزمان ما حتكون ياسين بشكل اي مكون، وبالتالي هي سلسله. ده شنو؟ يعني انا جاب لك الراجل عرفه ببساطه الشيء ده، قال هو الماضي يحدث الحاضر على المستقبل، وبالتالي يعني المساله يعني انا كنت لا يمكن اكون ما ادري اقول لك لو رجعت كنت حامتحن ادبي، لكن كنت يعني السودان المواعين فيه بتاعت الدراسه كان بتحتم على الشخص انه ياخذ 3 مواد بكل اسف، 3 مواد، والثلاث مواد دي ما تكون كيمياء فيزياء احياء او تكون تاريخ وجغرافيا وليتريتشر مثلا. لكن في العالم كله ما في كلام زي، في العالم كله انه انت عندك انت حر انك تاخذ اي عدد من المواد الاختياريه وبعدك تقدم بها، ما في ريستريكشن في القبول يعني، لانه يعني فوق ممكن انت تكون شايف كيمياء وفيزياء وتاريخ مثلا تاخذ تقربها كليه الناس تقبلك والى اخره. اتمنى المساله دي تعالج يعني في المستقبل، باعتبار انه الناس يعني يقروا ما يتمنوا، وانه يكون في اهميه للتاريخ وللجغرافيا بالمناسبه برضه. يعني انا ما تكلمت عن الجغرافيا، لكن هم اولاد عم برضه الجغرافيا عندها قيمه. الليترشر نفس الشيء، لان الليترشر هي ذات مزيج بين يعني علوم متقدمه جدا فيها التاريخ مثلا والجغرافيا الى اخره وكذا، لان الناس سيعلموا عن بريطانيا من خلال كتب تشارلز ديكنز مثلا او من خلال الليترشر قروها اللي ورا مش كذا الى اخره. يعني مهم انه في الفتره دي انا كنت جيد في العلوم وجيد كذلك في المواد الادبيه، لكن بالظروف دي مشيت علمي وامتحنت الشهاده السودانيه، وكنت بحب الكيمياء عشان اكون اونست، كنت بحب الكيمياء بحبها لدرجه بتاعت انه يعني يمكن زملائي بيعرفوا الحاجه دي، ولما انا ماشي على امتحان الكيمياء مع انه في الكيمياء ما جبت درجه كبيره، جبت كم 70 يعني
73 ولا حاجه، لكن لو وانا ماشي على الامتحان فاصحى الجماعه الزملاء بقول لي هلا ودوك 90 بترجع، قلت له ادوني 95 ما برجع، على اساس انه انا حجيب 99 وما جبتها. لكن الذهن يعني بحبها جدا كنت ومشيت فيها يعني. طيب دخلت جامعه الخرطوم. نعم. احساسك كان شنو في النقله بين المدرسه والجامعه، وانت خلاص اتنقلت من بيتكم بعد ما مشيت الداخليه، ويعني نقله كبيره يعني. صحيح صحيح صحيح، قطعا نقله كبيره، وعشان اكون يعني اونست، انا ما مشيت الخرطوم الا للجامعه، صدق يعني. يعني نقله للخرطوم اصلا عشان الجامعه بس، لكن يمكن يكون الكلام ده السبب فيه ما يعني مش ما عارف اقول لك شنو، لكن يعني انا ما تحدثت عن حته مهمه جدا اللي هي ود مدني. اثناء كلامي انا ما يعني البيئه اللي انا عايش فيها دي مدني، يعني مدني دي مناسبه مدينه ملهمه وحد الالهام. ممكن ترجع لحته مدني دي شويه. شكرا يا هيثم، والله شكرا، يعطيك العافيه. اي مدني دي يعني ممكن هسه في ناس يتداولوا اشياء، يقوموا يقول لك ناس مدني، في ناس يزعموا انه في حساسيه بين مدني والخرطوم، هي ما في حساسيه، لكن يقول لك ذول مدني مثلا لو ماشي الخرطوم عشان ينجز له اي موضوع، لو الموضوع بتاعه ما خلص بيرجع مدني بيت ويمشي ثاني يوم. فالدار اقول شنو، انه مدني دي يعني كان في اي حاجه يا هيثم، مدني دي مدينه يعني ما سهل في اي مدينه ثانيه في السودان، وهي مستقطبه لكل اهل السودان يعني. لا ناس قبل كلام حقيقي بالمناسبه، انت مدني دي بالمناسبه السودان مصغر يعني، لما المدينه دي انا مشيتها فاول حاجه الناس متجانسه ووارفه مع بعض، ما في يعني بتحسبيهم هم عايشين ككتله واحده كمجتمع واحد، مش صح الكلام ده؟ صحيح، وده السبب. شنو سببه؟ انه اصلا السودان ده ما بلد يعني رعوي زراعي، يعني مشروع الجزيره هو الاطر للمساله بتاعت الحياه الاقتصاديه، عندها خطه ومرتبطه بمواعيد وبمسائل زي دي. صحيح، ومشروع الجزيره ده يعني كان رئاسته في بركات اللي هي تبعد 3 كيلو من مارنجان، قلت عليها، ومارنجان تبعد 5 كيلو من بود مدني نفسها، ومدني ذات استمدت يعني، مدني دي مميزات شنو، انه عندها موقع جغرافي مميز، واحد. اثنين، الحياه الاقتصاديه فيها كانت ثرة جدا بسبب مشروع الجزيره، وجود مشروع الجزيره كويس ورئاسته في المنطقه دي. ثلاثه، انه الناس الموجودين فيها يعني اهل مدني، سكان مدني الاصليين كانوا ناس يعني متعلمين ومثقفين جدا في رايي، وقاموا خلقوا التوليفه دي، وكانوا عندهم يعني عززوا ثقافة قبول الآخر، لأنه مدني زي ما اتفقنا أنه إحنا مشروع الجزيرة لما بدأ في العشرينات، وبعدها تكونت الفكرة بتاعت بعد هنا يتكون المشروع، وبعدها بقت رأسه بركات وكده، بيقوا الناس يتوافدون على المشروع من السودان كله، الناس جوا من الشمالية، يعني مارنجان دي مليئة بالناس من الشمالية، خصوصا المناطق بتاعت الشاقية والبديرية الدهمشية، القرى يعني من كريم وانت نازل، كل المناطق دي ناس موجودين في 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 مارنجان كويس، وفي ناس جو من وين؟ من كردفان. بيجوا في ناس مستقرين، وفي ناس بيجوا للمواسم بتاعت حليج القطن، وفي ناس بيجوا من شرق السودان لان عندهم شغل محدد، بيجوا قبائل من شرق السودان. فتخيل انه المنطقة دي او مدني دي فيها كل الناس ديل، وهي يعني من اقدم المدن اللي رحبت بالاخر، وزي ما قلت انصهروا الناس فيه وتمازجوا مع الجغرافيا بتاعت مدني مبالغ فيها، لانه مدني دي النيل الازرق بيجي يحتويها صح، عارف يحتويها كيف؟ لو عينت له بتلقاه انه بيجي من هو اتجه شمالا، بيقوم ياخذ اللفه بتاعته كالحضن في المنطقه بتاعت المكي وجزيره الفيل الى اخره، وبعد ذاك يقوم يمشي من كان ماشي شمالا يقوم يتجه شرقا، ثم ينحني عشان يمشي وين؟ غربا، ثم بعد ذاك يمتد شمالا. انا بقول للناس، بقول لهم مدني دي النيل ده لما جه فيها لانه حباها ولقى ناسها وحاجاتها دي، كان ما داري يمشي يخليه،
صح هذا ليش يعني يعني كانه النيل ده داير يعني بدا يسكع كده وكده عشان يقعد مدني، لكن في الاخر لانه لقى انه مدني نفسها هي ترفض السودان كله بكل ما هو جميل. يعني في الوقت الناس كلها بيعرفوا انه من الخمسينات انت ماشي مدني دي يعني الاقتصاد من مدني، لانه شعب الجزيره كان مهي يعني هو هو عصب الاقتصاد. لعبت الكوره مش من مدني، الفنانين مش من مدني، المثقفين، الحركه الوطنيه انطلقت من مدني نادي الخريجين. انت عارف حكايه موضوع مشروع الجزيره دي، والله انا يعني في كانت مدرسه اداريه كبيره جدا في حته في حته مشروع الجزيره، اللي هو كان التعاون ما بين الافنديه اللي هم مدراء المشرفين على المشروع وما بين المزارعين الموجودين في المشروع. في تعامل كان جميل جدا بيناتهم، ما كان في التفرقه بتاعت انه ديل الاداره وديل المزارعين، لا كان في تمازج بيناتهم كبير جدا، وما كان في تفرقه في يعني في المعامله بين بعضهم. مش الكلام ده حقيقي مية المية مدني دي كده ناس، مدني دي ما عندها شوف ما عندها علاقة بأنك أنت جاي من وين ولا أنت شكلك شنو ولا بتقرأ قريت شنو ولا شهاداتك شنو، ولا لازم تعامل معك كبني آدم كإنسان، عرفت؟ ومشروع الجزيرة وقلت أنت كان فيه الكلام ده والفكرة بتاعت أن السودان نفسه يعني بيشبه بعض في في أشياء كثيرة مربوطة بشنو، بأنه من بعد الاستقلال وحصلت السودنة والناس اللي بعد ذاك تخرجوا الخريجين في الاوقات دي كانوا موجودين وكده انتشروا الى بقاع السودان كله عشان يديروا الحياه بدل الانجليز. وبالتالي الثقافات دي يعني اذا مشى منطقه لقى من الناس واستقبلوه وهو شال منهم وهم شالوا منه، فدي ثقافه عامه. في مدني المساله دي شكلت قبل الكلام ده، لانه مشروع الجزيره قبل الاستقلال بكثير بزمن طويل. بالتالي مدني فعلا هي نموذج للمساله بتاعت زي ما قلت انت، لأنه الناس عايشين حياة واحدة لا تكاد تميزهم أو الصيد شغلهم. يعني في مدني لو أنت مشيت مثلا نادي الجزيرة أو مشيت نادي المصاري أو مشيت أي أي حتة فيها سوشيال أكتيفيتي لا تستطيع أن تميز الناس أنه ده أصلا بالنهار هو شنو، طبيب ولا مدير ولا ترزي ولا كده، كل الناس ون بيس حقيقي يعني. وبالتالي هي مدينة ملهمة جدا. عشان كده أنا لما مشيت الخرطوم صحيح لأول مرة أمشي الخرطوم، لكن لأنه ما كانت المسألة بالنسبة لي والله ما بتذكر يعني أنا ما شور، لكن بفتكر أنه مشيت يعني ما كان في حاجة بتتهيشني في الخرطوم أنا جاي من مدن حقيقي. يعني دي واحدة من الأشياء المفروض أقولها. أوكي الصورة دي لينا في 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 سنة أولى يعني الشباب ديل والله يا أخي يعني ذكريات ربنا. أنا على اليمين في الجلوس طبعا، وجنبي النور حامد من اولاد الجزيره ابا، رجل لطيف جميل موجود في الخرطوم. وعلى اليسار في زميلنا الطيب احمد عثمان ربنا يرحمه يعني ويغفر له ويتولاه برحمته وغفرته، توفى يعني قبل سنوات اخ عزيز. والورا كمان مصطفى من الطيب وكمان ذيل من ابناء مناطق المناقل الغرب راجل. وكنا يعني يمكن الصوره دي اخذناها في شهر في شهرين او ثلاثه شهور في السنه الاولى ونحن طلاب. فالمهم انه مشيت الخرطوم لكن ما نشلوني وانا بعاين ليافطه، ولا كنت ماشي في الشارع يعني صدق شتني عربيه ولا حاجه يعني كنت زول مؤسس يعني يعني هو كنت بخش الكوره وبعدين شفت اللعيبه العظام مدني دفاع لعيبه وشفت يعني اي شيء في الحياه. وعداك جات جامعه الجزيره كواد اسكت المساله يعني جامعه الجزيره افتتحت قبل احنا نخش الجامعه بسنوات يعني 3-4 سنين ولا حاجه زي دي. ففي كان في حاجه غريبه لكن حقيقي انا مشيت وبرضو عشت يعني كنت يعني وانا ماشي رجل عندي متطلع صحيح متصالح يعني قبلان جدا للاخر انت. عشان كده دي واحده من الاشياء ساهمت في ان الزول برضه علاقاته تكون منفتحه جدا جدا وكبيره مع الناس يعني، ودي كلها ساهمت فيها الحياه اللي الواحد عاش يعني والتربيه برضه. لانه يعني كبير برضه كان المفروض اقول انه طبعا ابوه شخصيه ربنا يرحمه ويغفر له، برضه كان شخصيه يعني تهنى يعني في وقت فوق كان الوقت ذاك التعامل مع الاباء شويه قاسي، وما كان قاسي كان صديق. بعدين لانه كان زوج شاعر وكده، وبعدين البيت بيزوروه كل الناس الاطياف يعني احنا شفنا
الشعراء الكبار دي كلهم يعني في بيتنا، شفنا مبارك المغربي الله يرحمه، شفنا حسن عباس الصبحي ومصطفى السند ومصطفى طيب الأسمى ومهدي محمد سعيد وكل الناس دي شفناهم في بيتنا، شفنا الفنانين الكبار في بيتنا من احنا قبل ما احنا اطفال، من اطفال احنا ماشيين يعني. فالمساله دي ما كانت متشه شديد بالنسبه لنا، هو كان رجل يعني برضه لانه يعني ذو كان شكله ذو شامل يعني، يعني له عنده ود عند الناس الصوفيه وعنده ود عند الناس الادب وعنده ود يعني الرجل كان علاقاته حتى في سبيكترم ربنا يرحمه في الله، فبرضه دعمنا. بعدين كذلك انا قلت لك احنا بيت عزابه يعني انا نمره ستة في البيت، ستة نمره ستة، تخيل انه انا كان عندها خمسة اخوان اكبر مني، معفون المرحوم عصام كباش ربنا يرحمه في الله، وده اجمل زول فينا. لكن يعني تخيل انه الفتره دي استفدتها من الاخوان ديل، تخيل انه يعني نمره ستة يعني اكبر زول عنده علاقات والبعض عنده علاقات وده عنده علاقات، فبرضه عشنا الحاجه التجربه دي تجربه انه انت في البيت بيجوا ناس من حتات مختلفه في اعمار مختلفه. ويعني برضه المساله دي يعني مشيت الخرطوم زول نجيد غايت، مشيت نجيد اجتماعيا نجيد يعني، لكن ما بعرف المسائل الثانيه شو كان شو. طيب يا دكتور والله يعني مستمتعين جدا جدا الله يديك العافيه. طيب نجي للمرحله، المرحله بتاعت الجامعه يعني خلاص يعني انت دخلت 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 اداب مش سوري دخلت علوم كيمياء؟ لا انا خشيت تربيه مش علوم. نعم خشيت سوري خشيت تربيه يعني تربيه علوم. طيب الجو العام في الجامعه كان كيف يعني اللي هي مثلا السياسه التقاطعات بتاعت السياسه في الجامعه ولا شكل الجامعه كان كيف؟ لانه بعد ذاك الحاجات اختلفت بصورة دراماتيكية يعني. والله يا أخي تعرف أنا ما هي المرحلة طبعا الفترة دي الستايل واحد كان في الجامعة في كل الكليات، واللي هو القصة بتاعت الشغف للسياسة يمكن، ويمكن الجامعة زي ما كل الناس عارفين أنه في الوقت ده كان فيها دلع للطلاب يعني، يعني الطلاب كانوا عايشين حياة بتاعت انك انت تقرا، ما عندك اي هم بتاع حاجه يعني، انت حتى مواصل الترحيل بتاعك بتاع نص السنه وانت ماشي الاجازه وجاي راجع بدوك له اخر السنه وبغيروا لك الغرفه بتاعتك ويجيبوا لك التلج والمويه في الداخليه وبتاكل وجباتك وفيها سبيشال ميل ودايره تمشي رحله وفي القوافل الثقافيه. الطلبه كانوا منعمين جدا جدا ومريحينهم عشان يقدروا يدرسوا دراستهم، وبالتالي الحياه الثقافيه والسياسيه كانت ثريه جدا جدا. و يعني بتبقى انا ما بعرف، لكن يعني في اشياء كثيره جدا قد تصرف بعض الناس في بعدين يستدركوا الامر بعد ما يتخرجوا بسنوات طويله جدا انهم ضيعوا زمن. يعني مثلا الناس اللي كانوا شديدين الاهتمام بالسياسه في الوقت ده قطعا في بيكون الحاجه دي خصما على اشياء ثانيه مش كده، في على السوشيال الحياه الاجتماعيه والثقافيه. فالحياه كانت سهله والناس بتعارفوا عارف، وبعدين الدنيا سهله كانت يعني، انت ما بيجيك احساس انك انت ممكن تفقد حاجه او اي شيء انت داير ممكن تلقاه يعني. يعني انت ايام ممكن تلقى ناس حواليك، انت داير مفلس داير تلقى زول يديك قروش، داير تمشي لمنابي يعني. الحياه كان فيها متسع حقيقي وفيها مساحه كبيره جدا لانه الزول يستفيد من وقته عرفتها بشكل كبير جدا جدا يعني. الواحد فعلا انت زي ما قلت هسه المعاناه، تخيل الناس الطالب هسه بيتحرك من الحجوز عشان يمشي للجامعه مثلا، تخيل يومه كله يكون ارهاق وهو ماشي وصرف بتاع قروش وعدم استقرار وإلى آخره. تخيل العكس. أنا شخصيا عندي رأي هنا ممكن يكون شوية قد في ناس ما 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 يعجبون لكن حقوله بقول يعني حقيقي يعني بكل شجاعة. أنا أفتكر أنه هسه لو قابلت ناس كثيرين جدا من الخريجين في زمننا نحن يتحدثوا عن الحاجة دي ويتحدثوا عنها بمتعة وبإعجاب أنه زمننا هو، ودائما الناس بياخذوا نقاط كده في المقارنات ما عندها قيمه في راي يعني. يعني نحن عندنا يعني مثلا واحد يقوم يقول لك مثلا انت تخيل انك انت في الجامعه مثلا
وكلام سنة 85 يجي واحد لو مثلا انت في الجامعة ولا جاء موضوع ولا تكلمت حاجة يقوم هو تخرج من الجامعة دي سنة 80 يقوم يقول لك يا اخي انا لما خشيت الجامعة دي ابتداتك ما بدوك. الكلام ده فارغ جدا ما عنده اي قيمة. ما عنده قيمة. فهمت؟ ولا يقول لك يا اخي المريخ ده نحن مثلا لما بنشجعه كان الوقت ذاك نجمة نجمة ما كان عنده. كنا نشجعه مثلا. مسائل حسابات ما عندها قيمة. عرفتوا الناس يعتزوا بها بالمناسبة عرفتها ولا يقول لك لما نحن كنا نشتغل سياسي انت كنت ما هذا كله ما لا لا ليس له اي اثر في انك انت ممكن تكون في اي لحظة اي حاجة. هذه ليست حواجز. واحد. اثنين. انه الطلاب في الوقت ذاك وما قبلهم مش زمننا نحن. احنا ذاتنا جينا في الثمانينات خشيت الجامعة 82 لكن الناس اللي قبلنا والناس اللي جوا حكمونا هسه في السودان طلعوا روح الناس ديل قروا في جامعة الخرطوم ذاك قروا في جامعة الخرطوم عرفتها؟ يعني تخيل انه نفس الزول اللي قوم استفاد من حياة الجامعة دي جا كسر حاجة فيها مثلا ممكن يحصل. فالدائرة اقول شنو انه نحن الظرف الناس عاشوه في الوقت ذاك في التعليم من دعم الحكومة للتعليم وللإنسان اللي بيتعلم وللزول اللي بيعلمه وللبيئة المسألة دي افتكر انه نتائجها مخرجاتها ما طلعت حب للبلد ودين على رقاب النازل عشان يردوا الدين للبلد. كويس ده الكلام اللي هو مثلا اديك انه مثلا الناس كانوا يستقلوا الجوده انه اشوف الدوله بتدعمك فانك انت موجود في الجامعه وتاكل وتشرب ما عنده مشاكل هم ويدوك مصاريف وبتاع ترحيلك وقروك وبيطلعوك رحلات ثقافية وملك كل الأشياء دي وانت مستمتع في سوى واحد خليك تكذب. طيب انت لو كذبت في الوضع ده انت بعد الوضع ده لما تمرق مفروض تكون شديد التقدير للوضع ده عشان تنجز مش كده عشان تفتح زي جامعة الخرطوم ده أكثر من جامعة عشان تدعم جامعة الخرطوم ده عشان يقرأ فيها ولدك ولدك مش كده البعرف وأنه الجامعة دي فيها ناس حافظ عليها. ايوه انا بعتبر انه في ناس كثيرين جدا عشان لو كنا اونست لسه كل الناس قاموا يعني سمعوا كلامي ده وبعد ذاك راجعوا نفسهم انه تلقى بعض الطلاب تلقى مثلا هو من ساكن مثلا في حته قريبه جدا من الخرطوم يقوم يكتب في هنا انه ساكن في حته بعيده عشان يدوا قروش ترحيل زياده. عرفت الطالب الثاني يقوم لانه الاكل كان مجان في البتاع كده يكون عنده اولاد اهله بتاعه وناس شغالين في السوق سواقين تاكسي بتاع هنا يجوا معاه يكونوا ساكنين وقاعدين بيستفيدوا من الحاجة بتاعت الطلاب. الكلام ده ما صح في رأينا بس ما صح كويس وده دليل على انه لو الزول مارس اي نوع من الاشياء زي دي في الجامعة وهو طالب معناه كان بيستقل في الدولة. واذا كان بيستقل في الدولة في الوقت ده كطالب عشان يتخرج ويعمر الدولة دي قطعا ما حيعمرها وهو نفس الزول اللي بيجي يكون كسر الدولة نفسها في رأينا. خلينا نكون اونست خلينا نكون اونست انا عشان اربي اولادي دي لازم يتعلموا انه ما يستقلوا حاجه يكونوا شديدي التقدير لاي مساعده تقدم لهم من دوله ولا غير دوله. الدوله اذا لم تقدم لك مساعده انت يفترض انك تساهم فيها لانه وللاوطان في دمي كل حر مش كده. فما بالك في انه الدوله دي كان بتعمل لك كل الاشياء دي وانت تطلع منها من الجامعه دي ويكون حتى ارتباطك بالدوله ولا بالجامعه ولا بالمساهمه في المسائل دي ما كبير. ذات مينز انك انت ما كنت عايش ما مقدر الوضع ده ولا كنت اونست فيه يعني. لكن طبعا هذا لا ينطبق على كل الناس لكن انا مجرد ملاحظه ناقشتها قبل يومين مع زوج زميلنا من القانونيين الاخرين كلية الطب يعني خرطوم راجل فاضل وكذا واتفق معي تماما فانه والله نحن ما كنا يعني في مش نحن يعني هو الاجيال كلها اللي تعاقبت على الخرطوم لو كانوا كلهم بمستوى بتاع مصداقيه وانه يعني دائما الناس بيضربوا المثل اللي هو انه لو انت عندك ولدك في السودان انت في قريه وولدك ده ماشي المدرسه المفروض يدفع له قروش او حاجه زي دي وجاك راجع بالقروش ذات اديته له عشان يدفعه جاك راجع قال لك انا غشيت الاستاذ يا ابوي ما دفعته هل انت حتصفق له ولا حتقول له الكلام ده عيب وتمشي ترجع القروش وتديه درس في الاخلاق؟ ده السؤال. السؤال ده اللي بجاوب عليه يستطيع ان نفهم من اجابته عليه انه هل الزول ده ممكن يفيد البلد وعنده البلد عنده قيمه. هسه ده بقوله يا دكتور زي ده بقوله استفاد من النظام
انفورشنيت هو لو استفاد من النظام بس وخلانا احنا في حالنا ما نكون في اشكال. قلت لك بقول اي صحيح صحيح، لكن المشكله يكون دمر يعني لانه ما عنده التقدير ده ولا بيتم المصلحه مش كذي، لانه عزب بيشيل حاجه غير حاجته قطعا ما ممكن يفيد الناس. طيب يا دكتور، نمشي تخرجت من الجامعه ورجعت للتعليم اظن سامعي مناسب. انا نسيت يعني في ناس ظهر لي في الشاشه يعني احباب واصحاب وكذا، وفي ناس بيكتبوا كذا، انا ما كلهم احنا اي بالمناسبه يا جماعه، اي زلم معنا في الزوم بعدين احنا حنديه الفرصه للمداخله. هسه في واحد كلهم فرصه في ناس كثيرين، دكتور الفاتح وحسن مالك وحسن شاشه في بدر اخش اقاطع عليك، لكن واحد من الناس اللي ذكرته له في حديثي تحدث عن التاريخ وعن حصة التاريخ هسه موجود معانا في اللايف اسمه حسن مالك. كلهم ديل نعم ديل كلهم بعد يوم بنديون وقت معانا فيهم. رجل جميل وحسن ابن خالد تحت الشاشة. ايوه بنديون وقت وفي الفاتح. المهم اوكي اللي تصدق. نعم بنديون وقت يتداخلوا فيهم. فشكرا لكم يا جماعه، الناس اللي معانا في الفيسبوك ومعانا في الزوم يعني شاكرين زمانكم ومستمتعين جدا مع دكتور رفعت كباشي حسونة. طيب يا دكتور، تخرجت من الجامعة يعني واصلت دراسات عليا والله رجعت والله مشيت تدرس يعني؟ طيب أنا تخرجت، وعشان أكون صادق جدا لما تخرجت كنت داير يعني عندنا رغبة واصل بل لكن كنت مشتت بين أشياء، يعني كان قدامي مشروع بتاع أنه الأشياء اللي حواليك بتأثر عليك. كان معظم الخريجين بتاع التربية في الوقت ده بيقوموا بيفكروا في الهجرة، لأن المدرسين كانوا مطلوبين جدا في الدول اللي حوالينا، يعني في ناس بيمشوا ليبيا، في ناس بيمشوا اليمن، في ناس بيلقوا فرص في السعودية، فالمسألة دي كانت دي موجودة. وحتى لو أنت ما عندك رغبة فيها لأنه البيئة حولك بتقوم يعني تديك الإحساس ده إنه الناس اللي حيمشوا لما الواحد يجي راجع بيجي يلقى ريشات وكده، يعني الفكرة دي في الوقت ده مثلا واحد من المسارات انا ما كنت حريص عليه والحمد لله ما عملته. ده مسار. المسار الثاني انه الوقت ده كليه التربيه دي نحن لحد ما تخرجنا منها كانت هي اربع سنوات تدي ثلاث درجات من التقدير اللي هي اما ديستينكشن ولا ميريت ولا باس، ما كان فيها مرتبه شرف، ما فيها السنه بتاعت السنه الخامسه اللي هي انت بعدها عايز انك انت تكون خشيت في القصه بتاعت التدريس نفسها في الجامعه، او تكون جاهز لانك تعمل بوست جرادويت، لانه البوست جرادويت مربوطه بانه لازم تكون عندك سنه خامسه او تعمل سنه خامسه اللي بيسموها كواليفاينج اونر. كويس. فما كانت موجوده، عملت في الدفعه اللي بعدها طوال، عملت في الدفعه اللي بعدها، يعني الدفعه اللي بعدها عملت الحاجه. في بعض زميلاتنا طوال قاموا انخرطوا في المساله بتاعت السنه الخامسه دي ومشوا في الدراسات بتاعتهم العليا او عملوا ماجستير وكده في الفتره دي، لكن انا حصل ظرف وداني لاعظم غدر كان في رايي اللي هو شنو؟ انه ابوي الله يرحمه في الوقت ده كان في السوق، واخويا اللي كان معاه في السوق كان ماشي خطر حيقترب، فبقى ابوي لحاله. طبعا ابوي ما ممكن، مش لانه هو فيت ولا شيء، لكن لازم يكون معه واحد من اولاده. ليه؟ لانه ابوي شخصيه كان في الوقت ده يعني في الدكان نفسه حركه الناس حوله ضيوفه، بعدين ما كان بيسوق سياره، يعني بيحتاج من البيت يجي السوق عشان ويرجع، وعنده سوشيال اكتيفيتي لانه زول معروف لازم يكون ملازمه حد. فالوضع ده قام حسم الصراعات عندي كلها. اول ما انا اتخرجت كده بعد فتره قام اخويا مع اللي هو ربيع محمد ربيع كباشي ربنا يحفظه، كان في الفتره دي جاء اوفر عشان يمشي قطر، فانا بقى لزاما علي انه انا امشي تريبليس هيم مع ابوي. صحيح ما اشتغلت مع ابوي في السوق زي ما كان ربيع شغال، لكن كنت جنب ابوي بمعنى انه الصباح بنيجي سوا وبرجعه وكده لو في عنده سوشيال وكده. فاخترت انه ما دام انا حامشي مدني وحاشتغل مع ابوي او اكون مع ابوي اصلا يبقى احسن اقدم للتدريس، واللي هي دي الامنيه بتاعتي كانت اصلا.
فسبحان الله قدمت للتدريس وخشيت معاينة في الوقت ده. كان التدريس ذاته يعني مرتب التعليم كان فيه يعني اسمه شنو يعني أسماء كبيرة جدا من المعلمين يا أخي يعني نذكرهم يعني بالرحمة والمغفرة أستاذ صلاح كيمياء، صلاح الحاج، وأستاذ العزيب، أحمد السعيد، و يعني كان في فطاح اللي كانوا نازل أسامي رنانة جدا لما نحن طلاب صغار ولا في الثانوي وكده. فجينا خشينا معاينات وقمت اشتغلت مدرس، وقاموا برضو يعني التقدير لأبوي عشان أنا أكون معاه وكده قاموا خلوني في مدني، مع أنه كان ممكن يودوني مدارس برا طرفية، فودوني مدني الثانوية بنات. فبدأت رحلتي في التدريس بمدني الثانوية بنات، تمام؟ وحقيقي عشان اكون اونست برضو زي ما قلت لك، انا كان في مسارات تقترب او 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 تمشي في بوست جرادويت، لكن انا شخصيا كنت فكره الدراسات العليا دي بفتكر انها طوال الميديا اللي بعد تتخرج لو انت اصلا ما استاذ في الجامعه ما عندها قيمه، لانه توفر تمرق للحياه سنه او سنتين ثلاثه تشوف شنو، عشان لما تجي راجع تكون اتليست عملت لك خبره او عرفت انت داير شنو بالضبط، بقيت اكثر نضوجا الى اخره. اوكي، بقيت اشتغلت مدرس في مدرسة ثانوية بنات. مدرسة ثانوية بنات مدرسة عظيمة جدا، مدرسة كبيرة، مدرسة عندها تاريخ والناس كلهم بيعرفوها في الوقت ذاك، لأنه كانت سنوات ال قبل أن نحن في الشهادة وكده، وهناي فيها طالبات كتار جو أوائل السودان بيجوا من المدرسة، عرفتها. ومدرسة حتى يعني البريميسز بتاعتها نفسها شكلها مختلف وفيها مختبرات، ومدرسة عظيمة وكان فيها معلمات عظيمات وطلاب محترمين جدا، غاية يعني بنات غاية في الإبداع والشطارة والاهتمام وكذا. فعلا وضعوا بصمات هذه المدرسة، وضعت بصمات في تاريخ السودان كله في رأيي، لأنه كل الناس اللي قروا فيها ومعظمهم أنجزوا ومشوا لقدام وأنجزوا، ولحد الآن عندهم افتكر سوسيتي بتدعم المدرسه يعني ناس. فبديت في مدرسه ثانيه بنات واشتغلت في التدريس اللي هي زي ما انا حقول لك. ايوه هذه صوره في المدرسه دي سنه 86. في استاذتين جليلات وفي طالبات يعني الوقت ذاك، دي 86 انا بديت يعني شهر 10 تقريبا انا تعينت في وزاره التربيه والتعليم في مدني، واشتغلت حياتي في التدريس بالمناسبه هي 12 سنه نظاميه اللي هي من 86 لحد 98، صح؟ ال 12 حكمه ربنا ان ال 12 سنه دي 6 سنوات منها في مدني و6 سنوات في مدرمان، و6 سنوات في مدني في مدرستين، و6 سنوات في مدرمان في مدرستين كذلك. اشتغلت في مدني الثانويه بنات، اشتغلت في السن الثانوي زي ما تكلمت عن مدني. السنة الثانية مدرسة مميزة، مدرسة مميزة على مستوى السودان كله، يعني يمكن يكون استقرار المدرسين فيها، نوعية الطلاب اللي بيجوها، القصة بتاعت التوارث ده بالمناسبة مسألة مهمة جدا برضو، ان الفتلة النظر انه يعني تخيل انت المدرسة الثانوية اللي هي 3 سنوات كانت زمان في السابق 4 سنوات، الفترة دي وده كلامنا امتداد لكلامنا عن التاريخ قبل كويس، وعن عبقرية الزمان والمكان في 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 خلق يعني مساحة وسط الناس أو جوا الناس اللي بيعيشوا في المسألة دي تقوم تساهم في تكوينهم لقدام. داير أقول حاجة في 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 الحكمة، يعني مثلا تخيل إنه الثانوي والثلاث سنوات ده أنت بتدرس سنة أولى كل طلاب أولى براون، وكل طلاب ثانية براون، وكل طلاب ثالثة براون، ما قاعدين في فيزل واحد، ما قاعدين في تمام. واتخيل انه نازل في الوضع ده، شوف الحكمه في انه بيجي خاش طالب من اولى جديد، الحاجه دي تكون جديده عليه، يكون في طالب في ثالثه يكون عاش في الحته دي ودار يتخارج منها ذاته، في يعني عنده شعور، جزء من شعوره انه يتخارج، جزء من شعوره انه ينجح، جزء من شعوره انه يكمل شقاواته وحاجاته في المدرسه دي. فتخيل الاختلاط الحميم ده بيقوم يعمل شنو؟ بيقوم يخلق التوارث اللي بقوله لك. وبالتالي الحلقة دي ممكن تستمر، أن تلقى مثلا إذا المسألة دي أحكمت بدون أي تدخلات خارجية مخلة بالتعليم نفسه أو بالإدارة بتاعت المدرسة أو بفرض القوانين أو بمسائل، السلسلة دي يمكن أن تتوارث إلى آلاف السنين في رأيي،
وبالتالي بتبقى مثلا طالب السنة ده يكون طالب مميز جدا، لانه لما نخش بيقوم يلقى بيئة مدرسية عندها ستايل شكل، وبالتالي حيقوم ينخرط فيه ويساهم فيه ويطلع ويجي واحد تاني. اوكي، فواحدة من الاشياء انه هذه المدرسة اول حاجة درسوا فيها فطاحلة الاساتذة، اثنين كان استمرار الاساتذة وحبه ولا زي حب الطلبة، الاستاذ لما يجي السنة يكون ما داري يمشي منها لمدرسة تانية. يعني في مدرسين عمروا فيها زمن طويل جدا. السبب شنو يا السبب شنو يا دكتور اللي خلى انه الاستاذ يحب المدرسه والطالب يحب المدرسه؟ مجموعه اسباب. الحياه الموجوده في المدرسه، البيئه، الاداره عندها دور كبير جدا في المساله دي. اوكي، يعني انا لما ارجع هسه اقول لك السني ده، انا لما مشيت لقيت مديره المرحوم فضل السيد العوض، ربنا يرحمه ويغفر له، رجل يعني ما عارف اقول لك شنو، مدرسه هو قائم بذاته في المساله بتاعت التربيه. يعني الطريقه، يعني فضل السيد ده انا كل ما اذكره اترحم عليه، اقوم عين لشخصيه تجمع متناقضات، مش اشياء كثيره بس، وتجارب غريبه جدا. ادارته للمدرسه وادارته حتى لاجتماعات الاساتذه فيها يعني احساس، لو رجعتها ممكن يعني اقول لك انه اصلا بتحس انه هذا الشخص هو مسؤول منك، يعني بديك احساس انك انت مسؤول من نفسك كمدرس، تمام؟ والاحساس بتاع انك انت مسؤول عن نفسك ده منك كمعلم منتقل للطالب. تخيلتها؟ يعني تخيل انه هذا الفضل السيد ربنا يرحمه ويغفر له، انا مثلا كنت جاي متاخر من حصتي وهو طالع من المدرسه ماشي مشوار، يقوم يقابلني يا رفعت ازيك كيف حالك؟ انا ماشي المشوار الفلاني ده وتمشي معاي ولا شغال؟ هو ولا لا انا شغال، وانا شغال متاخر 10 دقائق. ما قال لي انت استاذ ما متاخر ليه والكلام ده فارغ وكده. عارف ثاني يوم انا لما اجي واحس انه انا ما بصل المدرسه بقوم اخذ تاكسي اجي المدرسه، لانه هذا رصد. فالاداره، الطريقه بتاعت الاداره كان هي الاداره بتاعته نظام، اول حاجه الاداره عند المدرسين ما عنده هو، اللي هي انه كل يوم شعبه بتكون ماسكه المدرسه، وهذا الرجل كان لا يكسر اي قرار لاي مدرس يقوله. يعني لو في مدرس قال قرار ولا حاجه حتى لو غلط مكسره، تقديرا لهذا المعلم. اثنين، هذا الرجل متصالح جدا، يعني كان وكيله كان نقيضه سياسيا، نقيضه. تخيلت انت؟ يعني تخيل انه مدير مدرسه وكيل مدرسه والاثنين ينتموا لحزبين نقيضين بايديولوجيه متناقضه تماما، كون يكون عايشين مع بعض في مدرسه ويحترموا بعض ويحبوا بعض، ده مش ده وضع كان موجود في السنه. في معلمين زي ما قلت لك قبل، ذكرت لك الدكتور الفاضل السنوسي، ده من المعلمين هو مدرس تاريخ وهو زول يعني يجيد اللغه الانجليزيه لانه كان مدرس انجليزي ودرس، وكان رجل موسيقار ملحن وزول شاعر. تخيل وجود مثلا معلم زي ده يعني في الحياه الثقافيه في المدرسه. في معلمين فطاحله في اللغه العربيه، عرفتها في زملائنا اصحابنا، كان فيها معلم يتوفى ربنا يرحمه ويغفر له اسمه عبد الله عبد الملك، من الناس اللي تخرجوا في السبعينات يعني من الرياضيات، وكان معروف جدا. الرجل كان يعني ارتبط بالمدرسه دي حتى يعني قبل يموت ببسيط، يعني ساكن حتى جوا المدرسه. اوكي، قبل قلت لك فضل السيد كان هو المدير، كان وكيله اسمه بشير زنبا، استاذ بتاع فنون، رجل يعني برضه كميه من او مجموعه من الابداعات كويس. في زملائنا كانوا تاج الناس في سلامه، مدرس رياضيات ورجل جميل وعادل الطيب، استاذ في جامعه الجزيره، واخونا بدر الدين بخيت استاذ رياضيات، واخواننا في الانجليزي كان مجموعه برضه لطيفه جدا، الاستاذ احمد شريف درسنا في الثانوي والناس في الصنف، وكان زميلنا والطيب دوم. المهم هو امين، اخونا امين ادريس بتاع لغه فرنسيه. فالمهم انه انا الدار اقول شنو، انه هذه المدرسه في تشابه بين اشكال بين حاجات الناس، حتى اشكالهم وثقافاتهم. فيها مدرسين قعدوا زمان طويله، فهي اداره كانت بتشتغل بالنظام بتاع الاداره اللي هي ما فيها انا المدير ومفروض تعمل وتجي، وبالتالي الجو ده قام خلق حاجه كده ان الطلاب حاسين بحميميه وبفائده كبيره جدا جدا، وكذلك المدرسين مستقرين. والمساله دي السنه دي خرجت طلاب اشكال مختلفه حتى، يعني انا ما بنسى الطلاب بتاع السنه دي بالمناسبه،
عارف زي ما تكلمت عن مدني السنه بنات السني كذلك. فانا افتكر انه ده الجو المفروض تكون في المدرسه اللي هي المساله بتاعت انه المدرسه دي ما المفروض تتدخل في اي شيء غير التربيه، يعني ما تخش فيها سياسه الى اخره. اوكي واحد، الناس ينسوا كل ما عندهم عشان يخشوا، لانه هم تارجتنج طلاب عشان يخرجوهم، مش عشان يخرجوهم بيعرفوا رياضيات وكيمياء وفيزياء، لا عشان يخرجوهم ناس ناضجين عشان يستقبلوا الحياه يمشوا في تخصصاتهم تساعدهم. انا بقول لطلابي في كل الفترات اللي درستها بقول لهم انا بدرسكم كيمياء او فيزياء يس، لكن اي شخص ممكن يجي يدرس الفيزياء والكيمياء اكثر، لكن انا بقول لكم انا مهمتي انه مش اخرجكم تعرفوا كيمياء وفيزياء ولا تجيبوا 90 في الكيمياء، لكم تطلعوا تتذكروني باثري عليكم. المدرس الذي يترك الاثر عند الطالب عشان يتذكرك لقدام في مراحل وانت تتذكره كذلك، لانه اول ما بديت تبذر فيه البذره بتاعت الاثر عليه هو طوال حيبادلك لا بمحبه الى اخره، وبالتالي يكون ارتباط. الان انا عندي ارتباطات هسه مع الطلاب في السني بنات في مدارس ثانويه، بنات بيكونوا امهات كبار يعني واشتغلوا في التدريس ذاته وفي مدارس بتاعت مدرمان اللي حقوله بعدين، اللي هو انه في 6 سنوات في مدرمان، فيها 5 سنوات في الاهليه الثانويه، ودي مدرسه عتيقه جدا، وفيها سنه في مدرسه اسمها الحاجه مدينه في نهايه منطقه بروف شو الدباوي كويس شو الدباوي، ودي كلها يعني كانت يعني عندها اثر كبير جدا على 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 شخصيتي وعلى على علاقاتي وعلى اشياء يعني الواحد لا يعني ما زال يكتشف فيها. فزي ما قلت لك انت سالتني السؤال بتاع المدرسه اللي يعني تكون يعني مستقرا تين ويتوارث فيها الابداع بالاشكال دي، انه اداره ما متسلطه عندها استيعاب للمساله بتاعت التربيه، معلمين عندهم رساله و وحريصين انه يتركوا اثر يبذلوا في الطلاب، طلاب مستوعبين للمساله دي كويس، بيئه يعني شكلها فيها الحد الادنى من ممارسه الاشياء لو كانت رياضيه وثقافيه وتعليميه عشان تنجز، وبالتالي المخرج قطعا بيكون حاجه جيده وحاجه مميزه وتستحق الاحتفاء. طيب يا دكتور، ده كلام يعني محاضره يعني علميه، والتربويين محتاجين لمحاضرات زي دي ومحتاجين لنقل معرفه زي ده. طيب يا دكتور، من بعد ذاك اتنقلت لمدارس في الخرطوم، البيئه في المدارس في مدني وفي الخرطوم تكاد تكون واحده ولا في اختلافات؟ والله ما افتكر يعني في اختلافات كبيره، لكن الفرق الوحيد انه انا اصلا مشيت الخرطوم ليه؟ مشيت الخرطوم لانه خلاص قررت انه امشي ابدا شغلي بتاع الماجستير، وبالتالي يبقى انا مشيت الخرطوم يعني مش برغبتي المحضه، مشيت لانه انا داير ابدا دراسات عليا، وعشان ابدا دراسات عليا لازم اكون في الخرطوم، لانه رجعت الكليه ولازم اقرا سنه بتاع التاهيل بيسموها كواليفاينج اونر اللي هي مع الطلاب بتاع 5 عشان تاهلني الماجستير. فبعد ذاك بقت هي المساله يعني الظروف اللي انا اشتغلت فيها في مدني قطعا ما زي الظروف اللي اشتغلتها في الخرطوم، اشتغلتها في ظروف شويه اصعب. ليه؟ لانه انا كنت طالب ومعلم على الدسين بتاعي، كنت اناضل من اجل توفير شنو؟ الوضع الاقتصادي اللي بخليني انا امشي يعني اقدر انجز اشياء دي كلها كويس، غير انه انا طالب بقرا وفي نفس الوقت بدرس. فجيت المدرسه بتاعت الاهليه، والاهليه مدرسه كبيره وعريقه، وطبعا خرجت برضه افزاز الناس عندهم كونتريبيوشن في المجتمع، يعني سعيد الشاعر زيد عن ابراهيم الفنان دي اللي قروا في الاهليه تقريبا. فالمدرسه عظيمه جدا، ومدرمان ذاته طبعا بلد مختلفه وانسانه بيشبه بالمناسبه في شبه كبير جدا من مدرمان المدني، لانه انا ذاتي سكنت في مدرمان بعد ذاك واصبحت انا هسه يعني مقسوم الدواخل بين مدرمان ومدن، يعني اعتبر نفسي انه مدرمان ذات انا كانما انا منها، لانه عشت فيها سنوات دراستي وبعد ذاك اشتغلت فيها فتره، وبعد ذاك جيت استقرت فيها مع عيالي لفتره طويله في امتدت 8 سنوات في بيت المال. فالمهم يمكن يكون الفروق ما كبيره، والاهليه مدرسه كبيره وعظيمه،
لكن الفرق كله كان في عندنا، فانه انا كنت شخص مختلف، لانه انا بقى عندي زمان في مدني كنت دول متفرغ، لانه اكون مدرس وعايش في بيتنا بمشي بيتنا وبجي راجع، وهنا جيت بقيت انا طالب بقاتل في جبهات وبقرا وفي نفس الوقت بدرس، وكان عليه بيردين كبير لانه كنت بدرس يعني الطلاب التوالد في الاهليه دي، وهو كانوا 5 فصول. والمساله دي يعني عموما انا من اسعد الناس انه انا مشيت الاهليه في الوقت ده، من اسعد الناس بالطلاب اللي درسهم في الاهليه الثانويه، وحقيقي هم يعني طلاب مميزين يعني، وكل معظم الناس اللي درستهم في الاهليه دي كذلك يعني شديدي الوفاء والتقدير لي. 2 مشوا برضو خلقوا مساحه يعني، وصلوا مواقع كبيره جدا، موجودين في القربة، وفي ناس عملوا دكتوراه، وفي ناس الشغالين في الطب، وفي ناس في الهندسه، والله ما تتخيل انه يحتفلون. وبالمناسبه اول تكريم لي كمدرس كان في الاهليه دي، يعني الدفعه بتاع 93 انا درستها في الاهليه الثانويه كيمياء، وانا درست كيمياء كان في 2 فصول تخصص، وفي 3 4 فصول ولا حاجه زي دي علمي احياء، فانا درست الناس دي بس كانوا بيحبوني جدا وبيحبهم جدا، اجتهدت معاهم لانه جيتهم في مداخل وداني خلصوا، فهؤلاء الطلاب احتفوا بي والله. والله انا عندي شعار منهم من الوقت ذاك، لا زلت احتفي به واحتفظ به كويس، والدائرة اقول انه من هؤلاء الطلاب كان في دفعه بتاعت 2 فصول تخصص فيهم 55 طالب خشوا جامعه الخرطوم، من ال 55 طالب خشوا جامعه الخرطوم هندسه وعلوم وعلوم رياضيه افتكر من طلاب التخصص، بس خليهم بتاع الاحياء. فعموما انه في الفتره يمكن يكون في سنوات البدايه في الخرطوم تعبت شويه لانه كنت مرهق ومشتت، لكن في الاخر يعني اخر سنه اشتغلتها في المدرسه بتاعت الحاجة مدينه اللي هي مدرسه بنات، وهي طبعا يعني انشات لهذه المره العظيمه هي المنطقه هي ذات بتاعت القلعه دي، والمدرسه كانت صغيره وفيها برضه مدرسات فضليات جدا جدا يعني، برضه انا شديد الاحتفاء بهم معرفتي لهم واساهموا يعني في 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 لانه الوقت ده تقريبا ده اخر لي سنه في التدريس، ومنها سبت التدريس وانتقلت للطاقه الذريه، فمحتفي جدا بالسنه دي سنه وشويه، وفيها مدرسات فضليات جدا عرفتها يعني، واحد سعيد جدا معرفتهم، وكان عندهم خبرات كبيره في الحياه وفي التدريس وكذا، فالواحد ختم حياته بسنه جميله في مدرسه حياتي لهم يعني، في الاستاذه ثريا العربي بتاعت ماسماتكس، وكانت مديره المدرسه، ونفيس الصاوي، حبنا اخلاص الطرير، استاذه الرياضيات الصفيه عز الدين، يعني كان مجموعه من المعلمات برضو يمثلوا المراه في ابهى يعني عطاها وابداعها وتقديرها واحترامها الى فدي كانت اخر لي سنه في التدريس. طيب يا دكتور رصيدي، احنا ماشيين معك مراحل، المرحله الابتدائيه وبعد ذاك المتوسطه والثانوي العالي، وجيت درست الجامعه ورجعت التدريس مدني، وجيت بعد ده المرحله يعني واحده يتخلي من التين بويد في حياتك اللي هي هيئه الطاقه الذريه. انا داير اعرف بالتفصيل يعني، اول حاجه يعني انا طبعا في السودان ده ما عرفت انه في هيئه طاقه ذريه الا لما انتم كان جيتوا المؤتمر جيتوا في سوريا سنه 98 يعني، وقابلناكم هناك لما كنا طلبه. طيب الحافز شنو او الموتيفيشن شنو خلاك انت تمشي تقدم لهيئه الطاقه الذريه؟ بس انك انت قلت انا ما كنت عارف انه في طاقه ذريه اللي هو انت، انا برضه ما كنت عارف انه في طاقه ذريه. سبحان الله، هي دي الاقدار. ما انا بقول دائما للناس انه في ناس بيتخيلوا انه الاقدار بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن الحيثيات اللي بتكون بها الغدر بتاعتنا نحن، لكن انا في رايي انه الحيثيات نفسها بتاع كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت ما عارف انه في طاقه ذريه، اوكي، وانه انا جيت عشان اعمل ماجستير، وبعد الماجستير مش اعمل لي دكتوراه، وبديت فعلا الشغل بتاع ماستر في الكيمستري، في الكلاسيكال كيمستري، الكيمياء المعروفه يعني الموجوده وكده. واشرف كان مشرف علي استاذ فاضل جدا من الدكاتره، انا في رايي انه عندهم اسهام كبير جدا في 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 في
كل مناحي التعليم في السودان هو دكتور علي حمود علي، وهو الان استاذ شيخ عمر، يعني عنده اسهامات كبيره، وليس في الكيمياء بس، في الكيمياء وفي تطوير الاداء وفي الجوده وفي وضع المناهج لطلاب الثانوي، في وضع امتحانات الشهاده السودانيه. رجل يعني الحديث عنه يطول. هو كان مشرفين، ودي واحده من الاشياء انا شايف كانت كنت مبسوط لها جدا، لانه افتكر انه هو مثال، لانه هو لما كان بيعمل في الدكتوراه نحن كنا طلاب في الجامعه، عرفت، وكنت انا معجب به جدا لانه كان زول مرتب ومنظم جدا. فالمهم انه انا بديت عادي والاشياء ما مشيت كويس، يعني الاشياء اللي انا المفروض اشتغل بها شغل بتاع الماستر، اللي هو المفروض اشتغل ليه شغل بتاع كوردينيشن كيمستري كده، شغل بتاع انك انت تستضي الاستابيليتي بتاعت كومبلكسز للناس اللي علاقه بالكيمستري بتاع الترانزيشن اليمنتس مع بعض الامينو اسيدز. ففتش للامينو اسيدز دي ووالديت مشيت كل الزراعه كل البيطره ومشيت ومسالته، فانا المفروض عندي يكون عدد مهنة. فاذا بيوم مفاجاه بانه جيت وانا محبط جدا انه انا ما الاقي الامينو اسيدز دي عشان ابدا السيرش بتاعي وكده، لقيت منها جزء، وحتى الجزء اللي لقيته موعود به وكنت الباقي ما عارف كيف. فلما جيت وانا محبط لقيت الدكتور علي ده في مكتبه، السلام عليكم. فطوالي قام خش علي طوالي قال لي يا اخي انت محظوظ جدا، الكلمه دي ما بنساها، لانه خلال تلبعت سنتين من قال لي انت محظوظ جدا جدا، انا براي ادركت انه انا تعز جدا ما محظوظ، سبحان الله. لكن بعد ذلك رجعت زي الفكره بتاعت وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره. فالمهم محظوظ كيف يا دكتور؟ قال لي يا اخي انت انسى الموضوع ده خالص، في موضوع جديد. الموضوع ده عندي استاذ دكتور في هيئه الطاقه الذريه السودانيه اسمه مصطفى محمد عثمان. دكتور مصطفى ده اصلا درسنا نحن ذاتنا من احنا طلاب في الجامعه في اللاب، ورجل جميل والناس كانوا يحبوه جدا، وبعرفه يعني من بعيد، يعني طولت منه لكن بعرفه. قال لي الدكتور مصطفى ده عنده بروبلم، عنده علاقه بالطاقه الذريه، هو شغال في الطاقه الذريه، فانت ده التايتل بتاع الريسيرش بتاعك، وشيله يوم الثلاثاء امشي قسم الفيزياء في جامعه الخرطوم مع مختبر معمل التطبيقات النوويه، بتقابل دكتور مصطفى ده وقول له انا رفعت وكده وابدا معاه الشغل. ده اللي حصل. فانا اتخيل انه اول مره زي ما انت يا ياسين لما احنا جيناك في سوريا ما كنت عارف انك طاقه ذريه، انا كنت ما عارف طاقه ذريه والله، لكن دكتور مصطفى بعرفه وبعرف المختبرات دي. حتى المختبرات دي اسمها مختبرات التطبيقات النوويه اللي هي اسمها نيوكلير ابلايد ساينس لابوراتوري، افتكر هاي في الناس كلها برضه الناس بيشوفوا فيها وبيجوا فيها كده وبيعتبروها انه حاجه فيها علامات اشعاع وكده، يبقى مساله خطر وكده سايز زي. فوقت كان مشيت لدي، عشان باختصار انه مشيت لدكتور مصطفى ده قابلته، نفس الشخص اللي درست زمان، ورجل قلت لك محبوب زول جميل، زول يعني ذو قلب ابيض ويادي خضراء مبالغ، يعني رجل لا برضه الحديث عنه يعني يطول. المهم انه مشيت واستقبلني استقبال الفاتحين لانه رجل جميل، وبدأت اشتغل معه طبعا اوتوماتيكلي بشغلي مع دكتور مصطفى. جيت الطاقه الذريه اللي هي لا تبعد عباره عن يعني خطوات من الجامعه نفسها، جيت الطاقه الذريه، لقيت كمان في الطاقه الذريه دي في مجتمع كده جميل، يعني اجمل ما تتصور، سبحان الله. فهذه المؤسسه الصغيره كانت وكده موجوده احتضنت، لكن هي ما كان اسمها الطاقه الذريه، ما كان اسمها حياه الطاقه الذريه، بقى اسمها حياه سنة ذات أو 97 98، لكن الوقت ده الكلام بيقول لك ده أنا 93 كان. فلقيت المؤسسة دي هي عبارة عن معهد بحوث بتاع طاقة ذرية يتبع للمركز القومي للبحوث. المركز القومي للبحوث عنده المركز القومي للبحوث، وهو مركز فيه معاهد بحثية، معهد أبحاث الطاقة كده، في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وكان مديره الدكتور فتحي عبد الرؤوف الخانجي مدير المعهد، برضه رجل يعني برضه لو دارت تتحدث عنه تحتاج لي ايام وسنوات حاجه كده. حاشير لبعض الاشارات، ولقيت في لجنه اسمها لجنه الطاقه الذريه. اللجنه دي لجنه زي قوميه،
معنيه بشنو بالملف بتاع السودان مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، فيما يعني هذه اللجنه ترعى مصالح السودان فيما هي للطاقه الذريه، ومستضاف وين؟ في المعهد بتاع بحوث الطاقه الذريه. الناس بسيطه فيه في المؤسسه 60 هو قاعد الوادي دكتور عمر ابراهيم الامين. عمر ابراهيم الامين هو مقرر اللجنه، ودكتور فتحي عبد الرؤوف الخانجي هو مدير معهد بحوث الطاقه الذريه، في الجيل اللي بعدهم اللي هم دكتور مصطفى ده، وفي قلتوا شويه الاشرف كان مساعد مشرف علي، وفي دكتور محمد احمد حسن الطيب اللي هو بقى مدير للهيئه لاحق، من الناس الشطار جدا برضه، وكان الوقت ذاك لسه في 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 بلجيكا ما راجع للدكتوراه. يعني جاء بعد جاء في الايام ديك ذاتها وبعد شويه، وفي بعد ذاك صف بعدهم اللي هم في دكتور ابراهيم عبد الرحيم شداد كان بيعمل في الدكتوراه، وفي الدكتور آدم خاطر سام اللي هو المدير الحالي لهيئة الطاقة الذرية. مجموعة بتاعت كل المؤسسة دي كان أو الحاجة دي كان فيها ثلاثة أقسام تخيلتها؟ ثلاثة أقسام، قسم بتاع نظائر مشعة، كيمياء ونظائر مشعة. محمد أكفل لأنه إن شاء الله قسم بتاع كيمياء ونظائر مشعة، قسم بتاع فيزياء وأجهزة، وقسم بتاع وقاية من الإشعاع. ذكرت لك في خالاتنا وعماتنا بعض العاملات لطيفين جدا بيقدموا خدمات جميلة جدا للناس، حذكرهم. وفي ورشة إلكترونية تابعة لقسم الفيزياء والأجهزة، الناس بسيطين جدا، وأسرة واحدة، أسرة لدرجة أنه بتتخيل أنه يعني أنت بتكون بتخش عشان تشتغل شغلك، وأنت طالع بتكون متأكد جدا أنه مشاكلك كلها محلولة. يعني تصل بيتكم كيف؟ عندك قروش ولا ما عندك قروش إلى آخره. فهذه الأسرة الجميلة كانت جاذبة جدا جدا، والواحد بقى جزء منها كويس، وهم حقيقة بقى جزء منها، مش لأنه أنا مميز ولا لأنه أنا، لأنه هم كانوا مميزين حقيقي. فالمهم انه الناس دي كلهم العدد بتاع الناس الموجودين جوا دي لا يتعدى 30 شخص كلهم موظفين على باحثين الى اخره. وريتك انا دكتور فتحي الخانجي ودكتور عمر ابراهيم ودكتور مصطفى واحمد احمد حسن الطيب، واديتك الجيل اللي بعده اللي هو دكتور شداد وادم خاطر. في الكيمياء والنظام المشعه كان في اخونا عبد المنعم الحسن ناجي ومحمد صديق و طيب النوراني، وده كله مسه طبعا كلهم عملوا الدكتوراه بتاعتهم وموزعين على قطاع الارض يعني كويس. وفي الفيزياء مع دكتور شداد كان في زول اخونا وحبيبنا وصاحبنا جدا هو الوقت ده كان معي في ماجستير في الفتره اللي احنا بنعمل ماجستير، هو ياسر احمد عبدو استاذ في الامارات، كان في جاي يعني جاء من اسمه شنو من كندا افتكر، من كندا. ياسر ده من الناس الجميلين جدا جدا، وقدم لي مساعدات كبيره جدا، وانا كنت معه في ماجستير في الوقت بتاعك معه، وزميل له هو اسمه ابراهيم ادريس برضه بتاع فيزياء. الورشه فيها مجموعه من الناس الشطار جدا، المهندسين مكرم اخونا مكرم واسم شنو و مايتولين ومنير دكتور منير عبد الرحيم لسه رايت ناو في سموير في اوروبا شغال، يعني بعد خلص الدكتوراه بتاعته في السويد، من الناس الشطار جدا جدا بتاع الكترونكس كويس. والمهمه والمليح في الكيمياء في شباب كانوا معينين، عاطف اخونا عاطف عبد الله ادريس وعبد الله عبد الله بي اتش دي لسه شغال في واحده من الجامعات في السعوديه، لانه بعد من الطاقه الذريه مشى ومشى جامعه خرطوم، افتكر الجزيره جامعه خرطوم واسف في السعوديه. المهم انه هذه المجموعه الجميله كويس، ومع بعدك في حاجه فطومه وعاملات وكده بتعمل الناس فطور وكده عرفتها، وام الحسن وزينب في مبارك الله يرحمه من الفراشين برضه كان بيساعد الناس في الاشياء في المكتبه، في مكتبه وفي وحده بتاع السكن. المهم انه المجموعه هذه يعني اسره تخيلتها، بتحل كل المشاكل للزول يعني فاتحة يعني زراعيها لاستقبال الناس. المؤسسة دي كانت أنا بفتكر أنها كانت بتساعد كل السودان بدون تحفظ. هي المكاتب كانت أيوة المكاتب يس يس يعني بالضبط. أيوة.
اللي هي المكاتب اللي هي شرق مدرسة الخرطوم القديمة تماما. يعني الجامعة، انت من الجامعة الخاشة على يدك اليسار البركس داخليات دي، وعلى طوال سيدة على طول في في اتجاه امامك طوال شرقك في مدرسة الخرطوم القديمة بتاعت الاولاد، وبعدها طوال الحتة الصغيرة دي اللي هي مباني قديمة جدا جدا، افتكر كانت تابعة لوزارة التربية او تابعة، يعني هي جزء من المباني القديمة افتكر. المهم انه هذه المؤسسة كانوا الناس فيها يعني زي ما قلت لك مجتمع علمي راقي، يعني ناس متعلمين جدا وناس شطار وناس لطيفين وبحلوا كل المشاكل. يعني قبل قلت لك دكتور خانجي، دكتور خانجي ده قلت لك انه ممكن اتكلم عن دكتور خانجي مثلا، مثلا تخيل انه انت في شخص جديد قابله يعني سنتين، بعدين الناس بتلاقوا مثلا كيف، مش يعني الا يكون في حاجه تمشي من مكتب لاخر ولا كده، لكن في مساحات للونسه وكده مثلا بتكون في 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 محلات الشاي ولا حاجة، أو كان بطيخ مثلا الدكتور خانجي يجيب بطيخ الناس يسموا فيها في حتة ويتونسوا مثلا لفترات 10 دقائق نص ساعة. في الصلاة كان بتجمع الناس في الجهة الثانية، الناس بتطلع كلها في موعد واحد عشان تصلي مثلا، فبتقابل الناس وكده، وانت طالع نهائي كل الناس بتلاقوا في الحتة الواحدة عشان بعدها طالع مع دكتور خانجي حيصل الشهداء، او في فتره بعدها بيركب مع دكتور شداد مثلا. نحن الوقت ذاك ما عندنا سيارات ولا حاجه، فتخيل ان انت بعدك بتطلع في الحته دي، اما تركب مع زول في سيارته يوصلك، او داي زول يمشي معك برجوله، او زول يديك فلوس عشان تتصل بها. فمن الحياه اللطيفه جدا انه دكتور خانجي ده كان شخصيه كده عجيبه، يعني شخصيه جميله خلاص، وبرضه يعني زول عنده سبيكترم بتاع الثقافه والنوليدج غريبه جدا واهتمامات متعدده. هو من الناس المدرومان طبعا، ورجل كان جميل جدا جدا. فالمهم انه بقول له دكتور خانجي ده بيعمل لك حاجتين، اقصى حاجتين يعني، يعني في بعدك ما بينهما انك انت لما لو عندك اي كلمه من الانجليزي تعرف معناها بس تسال منها بيكون يوريك معناها طوال. وعندك اي المشكله الماديه انت بتمشي فيها تحاول تحلها مع الشباب وكذا وبتاع، لما انت خلاص تقيف بيحلها لك هو. تخيل انه زول فما بين الحاجتين دي يعني، ولا بتلفت يعني لما تجي خلاص تكون ما قادر تحل مشكلتك كنت تمشي له وتقوم تقول له انا داير له، يقول ايش اصلا ما بيسال يعني، ولا بيسالك ولا انا بيطلع يقول لك ما عنده، لكن عاده عنده، فعنده جي ولا يخلو كان في الوقت ذاك، برغم ان الظروف كان موظف وكذا لكن بركه. في نفس الوقت اي كلمه بالانجليزي كان بيوريك معناها يعني، وبعدين اي شيء في عميق فلسفي بتاع هنا ممكن يتحدث فيه هو. المهم انه هؤلاء لا 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 الناس الشخصيات الجميلة والمقامات الكبيرة دي نحن استفدنا منهم، احتضنونا، وده كان سبب علاقتي بالطاقة الذرية. بعد ذاك ارتبطت بها طبعا لأنه تحولت لها تماما منذ العام 98، وبعد ذاك استمرت فيها إلى اليوم. يعني اليوم أنا أنتمي لهذه المؤسسة، يعني اشتغلت فيها من 98 لحد 2011 جيت قطر، لكن لازل على ارتباط بها وبناسة، ويعني استفدت منها الكثير وتعلمت فيها الكثير، ويعني لازلت يعني افتكر نفسي جندي يعني في حظيرتها، يعني متى ما طلب مني أي شيء وأن أنجزه وأكون سعيد بإنجازه، ويعني ربنا يعني يسر امر الناس الموجودين فيها. هو يعني من دواعي سروري يعني انه تعرفت على دكتور رفعت في اثناء زياره، انه جايين سوريا جايين مؤتمر، فتعرفت عليهم هناك كده. يعني كانوا صراحه كانوا مميزين، يعني دكتور شداد، دكتور رفعت، بعد ذاك في ناس يمكن جمعوكم، فكانوا يعني كانوا مميزين. بعد ذاك عرفت انه والله يا اخي ديل جايين من هاي الطاقه الذريه السودانيه، بالله السودان فيه طاقه ذريه وكده. ومشيت بعد ذاك السودان زرتهم في مكاتب، هو نفس يعني الانفايرومنت او الحاجه كان بيحكي عليها دكتور ربع الدار شفتها هناك عندهم. يعني طيب يا دكتور، الكيمياء الاشعاعيه كده لا زول زينا كده ما عنده اي علاقه بالكيمياء وبالساينس، يعني شنو الكيمياء الاشعاعيه؟ سؤال جميل. الكيمياء الاشعاعيه الغريبه انا عارف انا يعني بالعربي يعني عندي مصطلح بتاع الكيمياء الإشعاعية، لكن المصطلح الإنجليزي والعلمي
في حاجتين بيختلفوا، والاثنين الاثنين بيعتبرون كيمياء اشعاعيه يعني ترجمتها. في حاجه اسمها الراديو كيمستري، راديو كيمستري فدي بيقولوا كيمياء اشعاعيه. في حاجه اسمها الراديشن كيمستري دي برضه بيقول على كيمياء شنو اشعاعيه، لكن الحاجتين دي مختلفات تماما، مختلفات تماما. طيب انا تخصصي راديو كيمستري. الراديو كيمستري هي ببساطه طبعا الناس اللي ما بتعين كيمستري قد مثلا تكون انا ما دارس اجبان الناس، لكن هو لا 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 هو الكيمستري بتاعت الراديو اكتيف ماتيريالز، الكيمياء بتاعت شنو المواد المشعه دي اسمها الراديو كيمستري. اوكي كيمياء المواد المشعه اللي هي يعني بتدرس بعض الكيميكال changes والreactions based on the radioactivity based on the radioactivity. في باختصار هي شنو هي؟ هي الكيمياء بتاعت الradioactive شنو؟ الchemistry بتدرس الradioactivity materials في الradio chemistry اللي تخصصها. طيب الradiation chemistry اللي برضو ممكن تقول على كيمياء إشعاعية، في كيمياء بتدرس ال 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 الكيميكال ايفكت اوف الراديشن. اوكي اللي هو يعني التاثيرات الكيميائيه للاشعاع على المواد. تمام. طيب شنو الفروقات الاساسيه؟ طيب يعني انت لو اذا جبت في الراديشن كيمستري انا قلت لك بتدرس الكيميكال ايفكت اوف الراديشن اللي هو الاثر الكيميائي لشنو للاشعاع على المواد. طيب اذا انا لو عندي ماده عرضتها للاشعاع، عرضت ماده للاشعاع، والاشعاع معروف انه طاقه، ذات مينز انه الماده دي هتتاثر بالطاقه ويحصل فيها تغيير كيميائي. دراسه هذا التغيير الكيميائي هو الراديشن كيمستري الاخيره، وهي بالمناسبه الاخيره دي اللي هي ممكن تقول عليها هي الصب توبيك من شنو من النيوكلير كيمستري، من الكيمياء النوويه الراديشن كيمستري. طيب لو انا اشرحها بسهوله او ببساطه انه الإشعاع طاقة، وإذا هذا المواد تعرضت إلى هذه الطاقة بتاعت الإشعاع حصل فيها تغيير كيميائي قطعا. دراسة هذا التغيير الكيميائي هو الراديشن كيمستري. تمام. طيب الفرق شنو بينه وبين القبيل اللي قلتها الراديو كيمستري تخصصنا احنا؟ هنا انت لما تعرض مادة للإشعاع، المادة دي قبل ما تعرضها للإشعاع هي مادة عادية انت ممكن تدرس الكيمياء بتاعتها. طيب لما تعرضها للإشعاع بيحصل فيها تغيير، انت حتيجي تدرسه بعد عرضتها للاشعاع حتدرس التغيير، وبالتالي انت ما عندك علاقه بالاشعاع. فهمت؟ يعني الراديشن كيمستري ما عنده علاقه بالاشعاع، انما بتدرس اثر الاشعاع الكيميائي. يعني زي لما الشخص يطلع برا ويتعرض لضوء الشمس، اذا تعرض لضوء الشمس وخش البيت ما حيجيب معه الشمس البيت، انما حيجيب معه الاثر بتاع الشمس. تمام. ايوه فدي الراديشن كيمستري الاخيره اللي قلت عليك، ممكن نقول عليها كيمياء اشعاعيه. والاولى راديو كيمستري اللي هي دي قلت لك الكيمستري بتاعت الراديو اكتيف ماتيريالز، دي تخصصها. الاثنين ممكن يعني نقول مثلا تاثير يعني مثلا الكيمياء بتاعت اليورانيوم، اليورانيوم عنصر كيميائي، دي راديو كيمستري، لانه انا قلت لك دي الكيمياء اللي بتدرس شنو الراديو دي الراديو كيمستري تخصصنا احنا. كويس. اما الثاني فقلت لك ده الراديشن كيمستري، يعني بتاع الراديشن كيمستري ده ما عنده علاقه بالاشعاع، لكن عنده علاقه بالكيمستري، لكن بيدرس اثر الاشعاع على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ على الكيميكال افكت اوف شنو الراديشن على المواد. طيب في السودان التخصص بتاع الراديو كيمستري ده ما موجود. واول شخص عمل الشغل ده اللي هو البروفيسور ادم خاطر سام، اللي هو الان هو مدير الطاقه. يعني اول شخص عمل درجه علميه في 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 في, في تخصص الراديو كيمستري هو ادم خاطر سام، والدرجه اخذها من جامعه الخرطوم، اخذها من جامعه الخرطوم، لكن مش اشتغل فيها شغل بتاع ساندويتش بروجرام، كان مش السويد، وهو اول شخص يعني اخذ الدرجه الدكتوراه في انا جيت بعده يعني. وبعدين هذا الرجل ساعدني مساعده كبيره جدا، لانه هو بعد جاء راجع واخذ الدكتوراه وعمل مشروع لدراسه الراديو اكتيفيتي او الاشعاع في في في
في السودانيس كوستال او في 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 السودان في الريد سي في السودانيس كوستال بتاع الريد سي او البحر الاحمر، عمل مشروع زي ده للدعم من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وانا كنت انا ومعايا صديق عزيز جدا حبيب اللي هو اخونا ضياء عوض، ضياء عوض سر الختم اللي هو في السعوديه، هو كنا نحن الاثنين في المشروع ده شغالين في المشروع. اوكي يعني انا كنت عندي ماجستير ودار اعمل دكتوراه وضياء بيعمل في ماجستير، فاستفدنا من المشروع واستفدنا فانه ننجز شغلنا بتاع انا انجزت شغلي بتاع الدكتوراه. ودكتور ادم خاطر بصفته باعتبار انه اول شخص اخذ دكتوراه في 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 في, في الراديو كيمستري، يعني كان بالنسبه لي يعني كان بالنسبه لي يعني اقول له شنو اعضاء الطريق لي في المساله دي، لانه عنده نولج وكان هو المساعد المشرف في شغلي. فافتكر انه هو يعني ساهم بشكل كبير جدا جدا في انا يعني في 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 انجاز المساله دي. كده الحته بتاعت الحته بتاعت الدكتوراه دي انت داير تمشي لنا نيس ولا شنو يا دكتور؟ اي ما داير اوريك اللي هو انه انا المشروع زي ما قلت لك وجيز. ايوه. وبعد ذاك انا في المشروع ذاته عندي تدريب المفروض اتدربه، وجزء من التدريب ده هو المفروض يكون في شغلي بتاع الدكتوراه. فقدمنا قدمت قدموا لي لزمالة بتاعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقت فانه اختاروا لانه انا وضياء كنا الاثنين مقدمين. انا مشيت موناكو، ضياء ده مشى ساوثهامبتون. فمشيت موناكو اللي هو موناكو دي فيها مختبر عبارة عن يعني اسمه شنو بسموه شنو يعني رننج بحاجتين، الإمارة بتاعت موناكو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عامل مختبر في موناكو. المختبر ده معني فقط بالبيئة البحرية، معني اللي هو يعني مارين ساينس لابوراتوري. ايوه دي صورة من الفترة ذاتها سنة 90، اسمع الكلام ده سنة 2000. لا دي بعدها، دي الزيارة الثانية لموناكو. إذا أرجع للصور ديك لأن معاي المشرف بتاعي يا جيري. هاي ليه في الصورة بتاعتي أنا في جدا ما إشكال. المهم الدار أقول شنو أنه أنا استفدت من المشروع ده وسافرت موناكو. وقبل ما أسافر موناكو طبعا هو بديت سجلت في كلية العلوم على الخرطوم. الدكتور آدم خاطر هو الشخص يعني اللي كان مساعد مشرف، والمشرف عليه كان يعني أستاذ جليل عزيز جدا، يعني رجل عنده إسهامات كبيرة جدا جدا وعنده آثار كبيرة علي وعلى معظم الطلاب اللي تخرجوا على يده في 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 كلية العلوم يعني الخرطوم اللي هو دكتور عثمان أبراهيم عثمان. أيوة بس الصورة دخلها شوية. طيب دكتور عثمان أبراهيم عثمان كان الوقت داك عميد كلية العلوم وكان رئيس القسم سوري، بعد ذلك بقى عميد الكلية. فكان هو المشرف علي، ودكتور آدم خاطر كان مشرف مساعد. مشيت موناكو، قبل ما امشي موناكو مشيت بورسودان جمعت عيناتي وكده. وبعد ذلك بقت البداية كانت يعني في سنة 99 جمعت العينات. سنة 2000 سافرت موناكو. المشروع كان شنو بتاع الطاقة الذرية اللي هو منكم المنه انتم تدبوكم عشان تعملوا البيت دي انت؟ اي هو مشروع قومي معني بدراسة الإشعاع اوكي الطبيعي والصناعي او الصناعي في البيئة بتاعت الساحل بتاع البحر الأحمر السوداني. السودان ما عنده كوستال يعني اللي هو الامتداد بتاع الكيلومترات بتاعت السودان في ساحل البحر الأحمر. المشروع ده كان مهتم بدراسة هذه البيئة من ناحية إشعاعية. فنحن اشتغلنا عليه وجمعنا العينات اللي هو كل يعني الشغل فيه بيتم في لما تتكلم عن البيئة البحرية معناها تتكلم عن الرسوبيات اللي هي السيدمنتس، معناها تتكلم عن الووتر اللي هي السي ووتر، معناها بتتكلم عن الأحياء البحرية البيوت اوكي اللي هي فيها نباتات وفيها حيوانات. لما تتكلم عن النباتات معناها تتكلم عن الطحالب الالجال سبيشيز، عرفتها فيها البراون الجي والوريد الحمراء والبنيه والخضر الى اخره، وتتكلم عن مولسكس، بتتكلم عن فكل الاحياء البحريه دي وغير الاسماك باشكال المختلفه والمياه والسيدمنتس دي بتشكل البيئه البحريه. حتى البيئه البحريه هي بتنقسم نفسها، يعني مش كلها خلاص بحر، لا فيها
فيها مساحات على الساحل بيسموها الفرينجنج، يعني فيها مساحات. بعد ذاك في عمق البحر دي بيسموها الفرينجنج ريف، هناك بيسموها الديب سي، الناحيه بتاعت اعماق، الناحيه بتاعت كيمستري وبيولوجي، هنا مختلفه توتال. اوكي يعني تختلف، فيها اختلافات كبيره. فده الشغل بتاعنا. فانا مشيت هناك، وبعدين هناك اشرف عليه هذا الرجل العظيم اللي هو اسمه جيروم جيري لاروسا، هو امريكا من امريكي من تكساس، واشتغل في الوكاله الدوليه لسنوات طويله. يعني لما كان معانا في موناكو وانا اشتغلت، كان اشرف عليه، وكان اوريدي هو كان شغال اكثر من، اشتغل زي 7 سنوات في فيينا في المختبرات هناك بتاعت سافاس دور، وبعدها جاء موناكو. رجل يعني ما اعرف اقول لك شنو، يعني عندي اعتقاد جازم ان هذا الرجل يعني لو شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بيكون افضل منا انا مثلا زي 500 مليون مره. الرجل يعني كان يعاملني معاملة بتاعت الأخ الكبير، أنا أخو صغير. يعني هذا الرجل عندما كان تشتد البرودة لأي سبب، صدن، ما يكون فيه فوركاست لدرجة الحرارة ولا حاجة زي دي، يدور سيارته ويجيب لي أغطية زيادة في سكني، لأنه عشان يتأكد أنه أنا أوكي. كان بديني أتحدث بالتلفون مع أسرتي كل جمعة، يعني كان يسموه يعني الفرايدي كول، حسونا يور فرايدي كول جمعة. ولما انا اكون بتكلم مع اهلي هو بكون بيجي عين لي، يعني لو دمعت انا هو يدمع، يعني تاثرا لو كان في موضوع في زول يعني حصلت حاجه. المهم انه قدم لي كثير جدا، وبعدين جاء السودان، يعني جبت السودان، انا جانا زيارتين في السودان، وانا مزبرة جدا جدا. اسسنا بقى المختبر الموجود في الطغز الرئاسه بنفس بيخدم نفس الغرض. ومن بعدنا بعد ذاك جو شباب محترمين قاموا أخذوا الرايه، يعني أخذوا الرايه اللي هو يعني اسفون واحد معانا في النا اللي هو دكتور الفاتح احمد، هذا الشاب اللطيف المهذب، عمل الدكتوراه بتاعته في المانيا، ورجع هسه في الطغز الرئيسي السوداني كان لفتره، وهسه الان معانا في قطر هنا في مختبر الاغذيه، وهيدنج اليونت بتاعت الراديشن في مختبر الاغذيه في قطر هنا تبعها. الشباب كانوا زملاء. المهم ومن بعده في برضه في زميله سيف، والان في هناك الشفيع حسن. يعني في شباب هسه ماشيين في الطريق ممكن يكون هم يعني التسلسل، لانه بعد دكتور ادم الرجل الاول اللي عمل في المجال ده، بعد ذاك جيت انا، وبعد ذاك جو الشباب ديل، والرايه ماشيه عشان تنتقل لناس متخصص نادر ما موجود. يعني دي قريبة طبعاً، ما هو زي الشباب بتاعت موناكو. فأنا مشيت موناكو 3 تايمز. إيه العينات الجماعتها مشيت اشتغلت عليها والله؟ لا دي الكلام ده سأفتكر أنه لا ده قريب، ده هسه هنا ده قريب، يعني ما بعيد. اللي هو ده عينات مقطوطة في مارين اللي بيكر عشان نقيس فيها نشأة بتاعت قامة. يا دكتور انت اول مره لما مشيت موناكو، المواقف الطريفه اللي حصلت شنو؟ والله مواقف طريفه كثيره هي في، انا المواقف الطريفه مش في موناكو، فيها الحياه كلها مليئه بالمواقف الطريفه. انا بس داير بتاعت نيسو. هو طبعا انت اوروبا، انا طبعا نفس الشيء سبحان الله. يعني لما مشيت موناكو سنة 2000 الكلام ده، أنا كان قبلها كانت for the first time أمشي أوروبا. يعني قبلها سنة 98 اللي أنت بتتذكر أنه إحنا 98 جينا سوريا، أنا جيت توايس، جيت مرة لهنا وجيت مرة عشان تونس للكونفرنس. صح. تمام؟ لكن في مشي لي أنا سافرت تونس عن طريق فرانكفورت. عن طريق فرانكفورت، ده أول سفر لي. فأتخيل أنه تونس عشان الطيران، لأن تونس بلد سياحية بيجوها الناس من أوروبا. فأنا ماشي تونس، فالتذكرة جوالي ناس الوكالة أنه همشي تونس عن طريق فرانكفورت، فلا بد أمشي السفارة الألمانية أخذ ترانزيت فيزا من الألمان، لأنه أنا همشي أظن أنا حكون في المطار. فأول إحساس بأوروبا كان في مطار فرانكفورت ونص سنة 98، وأنا بس فقط في المطار لمدة ساعتين عينت من الخارج من خلال النوافذ كيف هي أوروبا. وجيت مشيت سنة 2000، هو مشيت موناكو. لما تتكلم عن موناكو تتكلم عن إمارة كل الناس بيعرفوها، حاجة صغيرة جدا جدا غنية،
واي شيء فيها غالي وكذا وبتاع، وبالتالي هي ما فوردبل للشخص عشان يسكن فيها ويعيش فيها، لانها بيعيشوا فيها المشاهير والناس اللي عندهم. فانت بتضطر تسكن وين؟ هي في جنوب فرنسا، تسكن قريب منها، ولو سكنت في نيس وامشي بالقطر كل يوم وامشي. الفكره الاساسيه انه انا ما اشوف اوروبا، انت بتكون ما اشوف اوروبا دي يعني ما مشيت غازي يعني زي مصطفى سعيد، لكن يعني اوروبا كانت بالنسبه لك بتكون انه انت ما اشوف اوروبا، تمام؟ تختلط عندك الاحاسيس انك انت ماشي بلد بتاعت علم، ماشي بلد متحضره متقدمه فيها اشياء ما موجود عندك، والدليل انك انت ماشي لها، تمام؟ واحد اثنين، فيها شعوب من العالم الاول، شعوب استعمرت الناس في ازمان كويس. انت ماشي الفكره بتاعت انه يعني ماشي وراجع. الدائره يقولوا انه انا ماشي على اوروبا، يعني زي ما قلت لك ما مشيت غازي زي بس الفكره الاساسيه انك انت برضه تحاول تثبت انه صحيح ان انت جاي من 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 منطقه اقل تقدما وتطورا وتكنولوجيا واي شيء، عشان تستفيد من بلد وعشان ترجع لبلد تاسس فيها الشغل. ده الاحساس اللي كان عندي. يعني انا يوم واحد في اوروبا ما فكرت انه استقر في اوروبا، يوم واحد ما حصل. وجادك الفرصه ولا سالت انه وجادك ايوه ولا سالت ولا سالت انه عشان استقر هنا محتاج ايش؟ تصدق الكلام ده يا ياسين؟ وفي بالي يعني اسمي شنو دائما انا اقوم اتذكر اقول طيب صالح على لسان الراوي، لما يعني هو دائما في على لسان الراوي في معظم كتبه انه شديد الاحتفاء بجده كويس. والفكره بتاعت يعني حتى بتاعت اوروبا وتفوق علينا وانها هي استعمرتنا ليس حبا فينا انما لمواريث المسائل الصراع ده يعني، لكن في حته بيقول يعني بيتكلم عن جده في موسم الهجره على لسان الراوي، بيقول ذلك الكائن العجيب يعني جده، قال الذي عندما 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 احتضنه اشتم رائحته التي هي خليط بين رائحه الطفل الرضيع والضريح الكبير عند المقبره. فبقوم يقول يعني نحن في نظر العالم الأوروبي الصناعي مجرد فلاحين فقراء، ولكنني حينما أعانق جدي أشعر بأنني غني جدا وكأنني نبضة في دقات قلب الكون نفسه، لأنه ليس كشجر السنديان حبته الطبيعة في أوروبا بالماء والخصب والماء فصار ضخم الفروع عريض الأوراق، ولكنه كشجر السيال في السودان عميق الجذور دقيق الأوراق كثير الأشواك يصارع الموت لأنه لا يسرف في الحياة. فالفكرة دي أنا مسيطر عليه، كانت فكرة أنه أنا أوروبا دي والله جاية ما عشان يعني أندهش ولا عشان أنبهر، صحيح ده شيء حتحصل لك قطعا، ولا عشان أستقر فيها ولا شيء، جاي فقط طالب علم وراجع يعني كطلاب الأزهر المذكورين في كتاب الأيام بتاع طه حسين. لكن الجميل في الموضوع أنه أنا كنت يعني مشاعري غريبه جدا، يعني هل تعلم انه انا في الشهر النص الاول في الفيلوشيب بتاعتي دي وانا في نيس دي يمكن صرفت اكثر من $600 على الاتصالات الهاتفيه. لما جاتني الفاتوره من الاوتيل والمشرف بتاعي شافها قام كلم يعني الناس الخواجه اللي انزعجوا في المختبر، قال الزول ده غشوه، قال افتكر انه غشوني انه كيف تكون اتصالات $600. فلما رجعوا الفندق وسألوه أنا شكل منظري كان زي الطالب اللي بيجي المدرسة مع أبوه ويكون عامل حاجة وبعد ذلك تبقى المسألة. فاكتشفوا أنه أنا متكلم يعني في هنا البرينت أوت بتاع المكالمات لما خدتوه في الأرض طلع أمتار يعني أمطار 14 متر ولا حاجة زي دي، فضحكوا علي. فتاني يوم يتكلموا في المختبر أنه والله ماشي أنه يعني افتكرنا الراجل غشوه، لقينا أنه غشاهم يعني لأنه فكنت شديد الارتباط بالسودان وكنت متألم جدا من وقت الغربة، ده أثرت علي في الأول تأثير عظيم، ويمكن يكون ما خفف عني القربة أنت وأخونا ياسر أحمد عبده. أنت جيت قعدت معي فترة
ويعني كانت فترة جميلة يعني ريحتني جدا. طبعا احكي لكم يا جماعة اللي حصل شنو. انا طبعا الوقت ده كنت يعني في سوريا وانتهيت من الامتحانات وكده وشنو. فدكتور ريبعت كان في فرنسا اللي هي في موناكو. فقام قال لي اسمع انت انتهيت وكده من الامتحانات بتاعتك، تعال اقعد معي شوية لحد ما انت تشوف نفسك عايز تعمل شنو. ورسل لي القروش بتاعت التذكرة يعني كويس. هو طبعا ما بحب يحكي الحاجة دي لكن بحكيها. طيب انا مشيت شلت شنطتي واخذت التاشيره وسافرت ونزلت في مطار شارل دي غول بالليل الساعه 10 بالليل. وانا ما عارف نيس جاي لوين ذاته يعني. فضربت له تليفون قلت له وصلت. قام قال لي انا في نيس اركب وتعالي. وقفل التليفون. انا طبعا يعني بديت ازعل الناس اللي في المطار يا جماعه نيس دي بيمشوا بايش. قام قال لي يا اخي انت مشاها بالباص سوري بالطياره او بالقطار. انا طبعا زول جاي لسه بفهم العالم الثالث في ده انه الطياره دي معناها بتكون اغلى وبرنامج يعني. فقلت خلاص امشي بالقطر من مطار شارل دي غول. ركبت الباص لحد ما وصلني محطه القطر ومن هناك خشيت باريس جوا بالليل. ما في قطر الا الصباح يعني كانت. والراجل ده قفل تليفونه خلاص يعني ما قدر يتكلم معي. وحوريكم انه هو ما قدر يتكلم معي ليه. المهم انا زعلت جدا قلت يا اخي انا جاي من هناك يا اخي اقوم اتقطع القطعه دي انا بس بمشي لدكتور ريف عدل بس اسلم عليه لانه هو رسل لي التذكره وبعد ذاك انا بفرتك منه. فالمهم انتظرت في المحطه لحد الصباح في المحطه بتاعت الكارت جيرون في 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 باريس. الصباح بدري القطار بدات تشتغل وكده يعني كانت ليله ليلى يعني. فاشتريت التذكره بتاعتي وركبت القطر ومشيت. فلما وصلت نيس يعني هي المسافه زي 8 ساعات من باريس لنيس بالقطر السريع يعني. مشينا مرسيليا وطولون يعني كانت حاجه جميله جدا يعني من الذكريات الواحد عمره ما بينساها. ففي النهايه طبعا لانه وصلت قبل ما دكتور رجع تيجي من الشغل فكلم واحد تونسي قال لي يا اخي تمشي تستقبل ياسين في المحطه وكده. فالتونسي طوالي جاي يعرفني وداني الشقه. وطوالي انا نمت طبعا نوم ثقيل يعني ما صحيت الا لما نازل بعد المغرب. فأول حاجة طبعا قال لي أكيد بتكون زعلان. قلت والله زعلان جدا. قال لي أنا ما بعرف لو اديتك أي معلومة أنا كنت جهجهتك فأحسن أنا أخليك كده براك تجي وحتتصرف يعني وحتصل يعني. فبس بالكلام ده هو بعد ذاك قدر يمتص الغضب بتاعي. وعدينا أيام جميلة جدا يعني في نيس. ومشيت معاه في المختبر بتاعه وقابلت جيري ده ما كان موجود كان أظن مشى أمريكا. لكن في كان ساندرو ساندور شيلي. ايوه صحيح. فعموما يعني جيتك كانت فيها تخفيف كبير يعني. وكذلك ياسر عبده ده يعني من الناس الجميلين يا اخي. هو زول بتاع فيزيكس طبعا واسوي تراك في الامارات يعني. زول يعني عنده ايادي بيضاء كبيره علي او كثيره. وكان هو في السويد في الوقت ذاك بيعمل في الدكتوراه بتاعته وانا هنا. فكان بيتصل علي كل يوم بيتصل علي بالتليفون وانا في الاوتيل. كل يوم يعني دي واحده من الاشياء. المشكله لما حس انه انا فعلا تعبان جدا من قصه الغربه دي وعدني بانه انا حيجيني. الكلام ده كان حيكون بعد 4 شهور. لكن مجرد انك انت في شخص جايك. فالمساله دي كانت فيها فعلا جاني وقعد معي 3 اسابيع برضه. كانت ايام جميله. فعموما أنا مفتكر أنه أوروبا يعني اللي أنا مشيت لها وربنا يسر لي فيها اللي هناك. بالمناسبة أنا أستطيع أن أقول أنه أنا أوروبا قطعا أضافت لي حاجات كثيرة جدا. لكن يعني أنا عشتها بطبيعتي وقدرت أساهم. أنا مفتكر أنه يعني ده موضوع بيقودنا لحاجة مهمة جدا اللي هي قصة بتاعت الدبلوماسية الشعبية. ناس كثيرين جدا مفتكروا أنه لو سافروا برا خارج السودان لا يشان شغل او دراسه او الى اخره هو ما خارج السودان يبقى يعني ممكن يعمل اي حاجه. وهي يعني مش كده ما بكون مهتم بالمساله دي. بقول لك اي دونت كير. المساله دي مهمه لانك قطعا انت ما اخترت انك تكون سوداني زي ما لما ربنا خلقك ما اخترت امك ولا ابوك ولا اليوم اللي قبله ادوك فيه. لكن بتقوم تتعامل مع المساله دي بانه دي امك وده ابوك وده اليوم اللي اختارك فيه وبالتالي دي الحقوق والواجبات. اللي انت لو قصرت فيها بتبقى في اشكال. تخيل انه اي شخص سوداني خارج السودان لو شغال او بيقرا او في اي وضع كان هو عباره عن سفير للسودان في الحته اللي هو فيها. وما يتركه من انطباع
غد المثال الذي يصعب تغيير عند في الحتة اللي هو موجود فيها يعني. وبالتالي أي سوداني يفترض أنه يجتهد جدا إذا كان هو خارج السودان زي ما هو داخل السودان، يجتهد جدا فأنه يقدم صورة طيبة عن السودان، لأن مثلا دي مناسبة يعني المسألة تترك انطباع كبير جدا جدا يعني. لما شخص يتحدث عن السوداني بيكون بسبب منه، بيكون بسبب شخص، فهذا الشخص يعني يجد التقدير عندنا نحن، مش كده، لأنه قدم السودان بشكل كويس. فأنا أستطيع أن أقول أنه أنا كنت هناك يعني المثالة دي كانت عندها التقدير كبير عندي، وأقول لك حاجة لدرجة أنه يعني تعاملت بطبيعتي ولم أتصنع. دائما لما تكون غير متصنع لأي شيء في الدنيا دي وعايش المسألة زي ما هي، المسألة دي بتكون عميقة تلاثر على من هون حولك يعني. لو كانوا بيركبوا جنبك فيه لاحظ أنه أنت شفت براك أنه أنا بتحرك كل يوم بمسار واحد لمحطة القطر، وكل يوم بنفس المسار من محطة القطر للبيت وكذلك. فأنا كنت أقابل الناس بشكل يومي في نفس المواعيد. في ناس ما بيعرفوا إنجليزي وأنا ما بعرف فرنسي، كنت بعرف بعض الأشياء اللي بتعيني في 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 لكن رغم ذلك عشان تعرف أنه العلاقات والمحبة والمسائل دي هي لغة عالمية، ويستطيع الناس أن يتبادلوها بالقلوب وليس باللغات حتى. فقدرت أخلق علاقات لطيفة جدا. ورجعت طبعا تاني انت بعد الكلام ذاك، طبعا رجعت 2002 ورجعت 2003 وأخيرا رجعت 2014 بالمناسبة من قطر هنا. فما تتخيل أنه أنا مشيت لحتة تلمس فيها كل أشياء. طبعا التغيير المناسبة في المدن الأوروبية دي ما يكون كبير زي عندنا في السودان يعني. تظل محطة السكة الحديد هي نفس المحطة والأشياء الموجودة فيها، وإنت طالع منها نفس الشكل بتاع الشارع والحتة اللي تكون فيها متسكعين وعطالة وبيهنا المسائل دي نفسها يعني. ما تتخيل المسائل دي هسه محفورة. وشارع جامبيتا لو بتتذكروا، وتذكر ان احنا كنا في جامبيتا وبهنا في شارع بتاع جون ميتسا وبينهما لحد الساحل اللي هو لحد الحته بتاعت البيتش وكده، كنا نمشي كل يوم. طبعا من الحاجات برضو الحاجات اللي انا بذكرها، فجارتنا طوالي فرنسيه وهي ساكنه برا يعني. وبعدين الفاصل بتاع عند الكوره بتاع الشقة بتاع الدكتور ربعت وهي قزاز يعني ما 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 بني يعني. فنحن طبعا بنجي بالليل بعد الدكتور ربعت يجي من الشغل، نمشي نحوم شويه كده ونجي نقعد نتونس ونعمل الحلة بتاعته ونشغل الاشرطه بتاع زيدان ويعني كان وبنضحك يعني، دائما بنضحك بصوت عالي جدا جدا. فهي شكلها كانت مراقبه الضحك ده والونس يعني. فيوم نحن جينا مشينا، تذكر يوم مشينا اللي كان عازمنا ساندرو في بيته هاي، فايو معك زملائك المصريين ده، فالمين جينا متاخرين جدا ونمنا طوالي. فزي الساعه 11 ولا 12 بالليل انا سامع في زول بيدق في القزاز يعني. فاستغربت وفتحت الشباك كده، فقام قالت انتوا كويسين يعني. انا ده الشيء اللي فهمته منها يعني، ما بعرف فرنسي لكن الشيء اللي فهمته منها انه انتوا كويسين يعني، ما لكم الليله يعني. فالمين بالانجليزي بدي اطلع، قلت لها بس احنا كنا برا وتعبانين وكده. ف يعني دي الحاجات اللي هو يعني غرس الدكتور يبعت للناس اللي حوله هناك يعني. حتى بتاعت المخبز تحت اللي يشيل منها الكروسان، انا بقيت لما نمشي طوالي بتديني في الكيس عارف الموضوع شنو يعني. طيب يا جماعه احنا دي ساعتين وربع ما شعرنا صراحه بالوقت، ولسه يعني الحديث ذو شجون، لكن بنفتح بعد المداخلات عشان ما نقعد بطريقة أكثر من كده. فأي زول يا جماعة معنا في الزوم عايز يتداخل يرفع يده. يا دكتور في واحد بيزال بيقول لك أين وصلت الدول الأوروبية في مجال الحماية من الإشعاع وتقنيات الإشعاع؟ ده سؤال واحد في الفيسبوك. الدول الأوروبية ولا دولنا نحن بتصد؟ ويتحدث عن الدول الأوروبية. طبعا المجال بتاع اين وصلت الدول الأوروبية في مجال الدول الأوروبية طيب انا داير اقول انه المجال ده تطور كثير جدا طبعا، وحتى اصبح انه حتى لا يسمى الوقاية من الإشعاع، لانه الوقاية من الإشعاع مسألة محدودة بقت يعني، أو مربوطة بالقصة بتاعت أنك أنت تتعاون مع الأشخاص يعني، تعرض الأشخاص للإشعاع، عرفتها؟ اللي هو أنت داير تكنترول المسألة دي، تعرض
الأشخاص البشر اللي جعاء بما يعمل حاجتين، بما أنه يمنع الآثار الكبيرة يسموها الآثار الحتمية، ويقلل الآثار العشوائية اللي هي ممكن تكون عندها آثار يعني في المستقبل. فالمفهوم المصطلح نفسه بتاع الوقاية من الإشعاع تطور بقى أصبح يسمى يعني اللي هو طبعاً وقاية من الإشعاع وحماية من الإشعاع بيسموها الراديشن بروتكشن، لكن مثلاً تطورت لمفهوم أكبر اللي هو بقى اسمه الراديشن سيفتي. سيفتي يعني لأنه ده مش اللي هو الأمان الإشعاعي، والأمان طبعاً مفهوم أكبر كبير من الجزء بتاعت الحماية والوقاية، لأنه يشمل أشياء تمشي للمسألة بتاعت إدارة المخاطر نفسها، أنك أنت مش دار تحمي الزول وهو شغال أصلاً ولا كده، لا أنت حتى تعرف تقييم التهديدات الممكن والمخاطر كيف ممكن تحصل وكيف تتعامل معها، وبالتالي المسألة بقت هي سيفتي راذر زان أنها بروتكشن. واحد اثنين، أنه حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه هذه العلوم بتاعت الأمان الإشعاعي أو النووي ولا كده هي بتتطور بأشياء بتحصل، أحداث الناس يعني الأحداث دي يفتكروا أنها هي شر محض، لكن هي ما شر محض، منها شيرنوبل مثلا. يعني التطور اللي حصل للمسألة بتاعت المعايير بتاعت الوقاية من الإشعاع وال معدلات اللي بتكلموا عنها بتاعت التعرض والجرعات إلى آخره، حصل فيها تقدم كبير جدا لما بعد حصلت شيرنوبيل، لأنه شيرنوبيل بقت واقع قدام الناس. يعني زي لما أنت تكون في مثلا جنبك بركة ولا حاجة زي دي وما عندك تصور، لأنه أنت لو خشيت جوا البركة دي ممكن يحصل لك شنو، تبدأ من برا تقوم تخطط لأنه المسألة دي تتفادى كيف ولا كده، تقوم تجي حاجة يجي شخص مثلا ضخم كده يشيلك يدعك جوا البركة، تبقوا عندك انت امر واقع انك انت جوا البركه ما عندك حل غير تتصرف صح، وبالتالي وانت جوا البركه لحد ما تطلع بتكون عرفت البركه دي جوا في شنو عمقها شنو الى اخره، وبالتالي التجربه حيستفيد منها الزول الثاني ممكن يرموه في البركه. هي الفكره. فحصلت تشيرنوبيل عملت تطور كبير جدا في المساله دي. بعد ذلك جات الان فوكوشيما، جات اللي هي الحادثه اللي حصلت في اليابان اللي ايرثكويك مع اللي هي السونامي، وعد ذاك المسألة بقت. فكل الحوادث دي أسهمت في أنه الناس يعني يتطوروا من ناحية بتاعت ريسيرش وعلم، وعد سين تاي من ناحية بتاعت تكنولوجي، يعني هي تكنولوجي. فالتكنولوجيا قطعا متطورة جدا، والعلم نفسه وما يقدم من معلومات بقت عن التأثيرات البيولوجية بسموها والتأثيرات الطبية للإشعاع، لأنه الإشعاع الإشكال فيه كلاهة أنه هو ضار لكن هو نافع جدا، وبدون الإشعاع لا يعني في أشياء كثيرة، يعني أنت تكاد تكون أنت بتركب في سيارتك دي المواد فيها معالجة بالإشعاع، وبتمشي تأخذ حقنة معقبة بالإشعاع، وبتمشي تقابل الدكتور بيعمل لك عملية بيعمل لك فحص بالإشعاع إلى آخره. فأصلاً الفلسفة بتاعت الوقاية من الإشعاع ذاتها قائمة على أمرين، فلسفة الوقاية من الإشعاع اللي هو التبرير، أنك أنت تبرر أنه تكون المنافع أكبر من المضار عشان تستخدم الإشعاع، وده طبعا في كل الاستخدامات الطبية دي قدام الناس أو الصناعية إلى آخره. التبرير اللي هو أنه المنافع البينيفيتس تكون أكبر من العيوب. واحد اثنين، الأمثلة اللي هي شنو، أنك تستخدم الإشعاع بالصورة التي لا تؤثر، بيسموها عند فيها مصطلح بيسموه الألارة، بيقول لك as low as reasonably achievable، يعني بالقدر الذي كده. وبالتالي بما أن الإنسان مضطر أن يستخدم الإشعاع ولا بد أن تكون في radiation safety زي ما قلت أنت، أو حماية أو سلام أو أمان إشعاعي عشان يحمي الإنسان والبيئة من أخطار هذه الإشعاعات، يبقى المسألة دي هي متقدمة قطعا كمفاهيم وكعلوم وكتكنولوجي، وفي قطعت أشواط بعيدة جدا جدا في أوروبا وأمريكا، والدليل عليها ما يحدث الآن يعني في الشغل بتاع لو الناس متابعين بعض الأشياء، يعني فأنه يعني زي الملف النووي الإيراني مثلا ولا حاجة زي، تلقى أنه الناس يعني وصلوا لأنك أنت ممكن يعني التكنولوجي وصلتك مرحلة بتاعت أنك أنت تستطيع أن
تشتغل تحليل يوريك انه كان حاصل شيء هنا قبل 40 سنه او 50 سنه 60 سنه او اكثر من كده. فعموما انا افتكر انه سؤال جيد يا دكتور عن تشيرنوبل. انا اسالك كبير وحسيت جبت السيره يعني حكايه الفوائد الضاره والنافعه. انا قبل سبحان الله اليوم انا بحضر في دوكيومنتري جاي من لك انه منطقه تشيرنوبل يعني كانت عادت لها المساحات الخضراء وعاد معاها عوده بعض الحيوانات اللي كانت هاجرت من المنطقه، فلكن لحد الان ما فيها الانسان. فما اعرف هل يعني خلاص هي مثلا منطقه تشيرنوبل اللي بقت غير مناسبه للسكان والحيوانات اللي بتمشي وتجي دي مصيره شنو يعني؟ طبعا ده شو كلام جميل يا هيثم. انا حازيد لك كمان من الشعر بيت في لكن تشيرنوبل لانه بتتكلم عن 86 انت. ايوه 86 و86 من الوقت ده حصلت الاشياء دي ومش تاثر بها العالم كله لانه اللي بيسموها البلوم او المساله بتاعت اللي بعد حصلت اتحركت مع السحب مع الحركه الجويه وهطلت امطار في مناطق كثيره جدا جدا انتشرت. وبعد ذاك لما انتهت الامطار معناها الاشعاع مشى للصويل من الصويل بعد ذاك حيمشي ثاني باك للحشائش مش كده وللنباتات اللي بياكلوها الانسان الى اخره يعني. وبعد ذاك الناس بيدقوا في كل الدول حريصين انه يعملوا مونيتورنج او رقابه لاي شيء بخش لون جاي من اوروبا الشرقيه بشكل عام الى اخره. عموما المساله دي لما تحصل بعد ذاك بيحصل شغل بتاع اللي هو لو قلت لك انا انه دائما الفلسفه بتاعت الطوارئ والفلسفه بتاعت الامان والمسائل دي قائمه على انك انت انك تمنع الاضرار الكبيره اول تمنع الاضرار الكبيره وتخفف الاضرار الصغيره اذا لما تحصل. ومن ضمن الاضرار دي بيحصل انه بيحصل كونتامينيشن بيحصل تلوث فعلا للبيئه في الحته مش كده ومن ضمنها الصويل وبالتالي وتضطر مرات انه الناس تهجروا السكان الاصليين لمناطق ثانيه الى اخره. بعد ذلك بتشتغل الشغل بتاع دي كونتامينيشن بتاع ازاله التلوث تمام بسموه الريميدي يعني الشغل ده بتزيل لحد ما تتاكد تماما انه ما في اشكال. بعد ذلك بتعيد الناس لانه الناس دي اصلا لما تعيدهم هم المفروض مربوطين بانه لو يتعاملوا معي انه كاشخاص عموم جمهور بشر عندهم جرعه اشعاعيه سنويه يفترض انه لا يتعدوها. وبالتالي اذا ما ضمنت المساله دي الناس لا تستطيع ان تاتي بهم الى المنطقه. لكن واضح تماما من كلامه اللي قلته انه في شغل كبير جدا تامي فانه بدات تعود الحياه ولو جزئيا. الدار قلت لك ازيد لك من الشعر بيت انه لمن لا يعلم انه فوكوشيما حصلت في 2011 والآن نحن في 2021 اللي هي 10 سنين تمام 10 سنين. هل تعلموا أنه الشعلة بتاعت الأولمبياد اللي حيقام في طوكيو في اليابان السنة دي اتحركت من فوكوشيما نفسها؟ والناس تابعوا الأخبار حركت من فوكوشيما نفسها. فشوف those people يعني شوف اليابانيين اللي بيتكلموا عن أنه نحن في 10 سنين الكارثة اللي حصلت لنا شفتوها براكم يعني كارثة كانت فظيعة جدا جدا صح برغم الكارثه دي انه هم جو قالوا قدموا رساله للعالم كله انه احنا خلال 10 سنين هسه الشعله بتاعتنا انطلقت من الحته دي وجو ملعب مستطيل اخضر كان يتوارث فيه الرياض الى اخره. فعموما المساله يعني فيها فعلا فيها زي ما قلت انت دي حكم ربنا زي ما لو انت كنت زول مدرك تماما لانه انه حركتك كلها وسكناتك بيد ربنا سبحانه وتعالى وانك لا يعني ما بتكون عارف إرادة ربنا سبحانه وتعالى محجوبة عنك وبالتالي أنت ما بتتصرفه بتتخيل أنه هو الصح وما بتعرف هنا اللي بعد زمن إلى آخره. الفكرة دي الأساسية قائمة على شنو؟ على أنه ما يحدث لك من أشياء أنت قد تفتكرها شر محض وهي تكون خير وإلى آخره مش كده يعني أنت ما تكون ماشي يحصل لك حادث الحادث ده هو يكون انت بتفتكر انه ده قمه الشر بالنسبه لك لانه عطلك وسواك لكن هو يكون الخير فانه انت في حادث. هذا كان بيتكلم انه انا طبعا انا بس ما كنت متابع الموضوع البيئي هو بيتكلم انه تقريبا الغابات انحسرت بالسكان وانه نسيت حسنا ذات المنطقه فالحيوانات بدات تجي وجابت كمان معها سلالات جديده فالمنطقه بقت مستعمره بيئيه يعني اي نعمل المباني حقت الانسان لكن الحيوانات اللي كانت مختفيه من المنطقه ظهرت وجادت وقامت شجر فانه هي هم قالوا انه كان خير كويس انه
إعادة الحياة البيئية للمنطقة دي. صحيح. يعطيك العافية يا دكتور. الله يكرمك يا حسين، شكرا يا حبيبي. طيب يا جماعة الناس اللي معانا في الزوم، لو أي زول عنده مداخلة يرفع يده يعني. طيب المستقبل الطاقة النووية أو الطاقة الذرية في السودان؟ والله يا ياسين، سؤال يعني ما أعرف أقول لك شنو عنه. هل أنا الشخص المناسب عشان أتكلم عنه، ولا في ناس تاني مفروض يتكلموا عنه؟ لحد ما أنت الفترة الحدي بس أنت مما بديت اشتغلت مع فيها لحد ما طلعت منها. والله أنا داير أقوله كلات. أول حاجة، السودان في المجال ده قد ما يمتلك يعني إمكانيات كبيرة وحديثة، لكن يمتلك بشر، والبشر الناس هم أساس التغيير في رأيي أنا. يعني السودان استطاع أنه في فترة يعني في ممكن تقول في 30 سنة دي أنه خلق بشر، كمية من البشر. يعني الكلام ده أنا لو حسبته من 40 سنة من ارتباطاني بالطاقة الذرية، 93 2003 2013 30 سنة ونص تقريبا أو من قبله. المهم أنه أنا أستطيع أن أقول أنه السودان خلق بشر، يعني كوادر محترمة مؤهلة، والآن تجوب رجاس الدنيا كويس، وهؤلاء يستطيعون anytime انك انت، لانه انا بفتكر انه الاستثمار الحقيقي في البشر كويس، الاستثمار الحقيقي في البشر. فالدائره اقول انه واحده من الاشياء اللي انا يعني سعيد بها جدا جدا انه انا ساهمت في الانجاز ده، برضو ساهمت في انجاز البشر، اللي هو انه نحن خلال السنوات من 2005 وانت ماشي لفوق بقى في حي اسمها اكاديميه السودان للعلوم تابعه لوزاره العلوم والتكنولوجيا، وتحتها بقت في زي كليات بتاعت بحوث او مجالس بتاعت بحوث في كل المؤسسات البحثيه في السودان. يعني في مجلس في البحوث الزراعيه، في مجلس في بحوث الثروه الحيوانيه، في مجلس في بحوث طب المناطق الحاره الى اخره. في الطاقه الذريه كان في مجلس بتاع بحوث، من خلال هذا المجلس نحن يعني انجزت برامج في الوقايه من الاشعاع وفي الفيزياء الطبيه وفي العلوم والتكنولوجيا، خرجت كميه من الناس. واحد. اثنين، في مساهمات برضو تمت، انا يمكن اكون ما رسلت لك صوره، اللي هي في برنامج بتاع هندسه نوويه في جامعه السودان. برنامج الهندسه النوويه في جامعه السودان ده انجز، يعني انا في رايي انجاز، يعني احنا ساهمنا في منهجه، ويمكن انا عندي صوره معي طلاب الدفعه الاولى فيه كويس. الجامعات الثانيه النيلين بدوا يدخلوا مناهج عندها علاقه بالنيوكلير ساينس اند تكنولوجي او التكنولوجيا والعلوم النوويه. ففي رأيي أنه حصلت طفرة كبيرة جدا في الكادر، استفدنا جدا من الوكالة الدولية في تأهيل البشر. واحد. اثنين، استفدنا جدا من علاقات الناس اللي شغالين في المجال بأنهم استقطبوا ناس لخارج السودان شغالين في المنظومة. أنا شخصيا مؤمن بأنه أنا كسوداني أنا أستطيع أن أهيل أي سوداني، وبعد أهيله خليه مشي حتى يشتغل، لكن في الاخر حيجي راجع وحيفيدك في يوم من الايام. اوكي؟ فانا بفتكر انه المستقبل، اذا ربطنا المستقبل وان التغيير بالبشر، فالسودان قادر انه ينجز انجاز كبير جدا. يعطيك العافيه دكتور. يا جماعه لو في اي زول سؤال اي مداخله، ففي سؤال بيقول قبيل دكتور رفعت قال لما ما لقى الاحماض الامينيه للدكتور المشرف قال له انت محظوظ، لكن في النهايه دكتور رفعت اكتشف انه ما محظوظ، او بالعكس كان حظه سيء. ذكرت حاجه زي دي او ده سؤال؟ لا لا، ده سؤال راقي جدا، ده سؤال دقيق ما شاء الله، منو عليك الله. ده سؤال راقي. الفكره صحيح، لانه الدكتور قال لي انت محظوظ. ليه؟ لانه انا قال لي انت حتمشي تشتغل في مجال، قال لي في دكتور اسمه مصطفى في الطاقه الذريه، وهذا الرجل قال ده له عنده بروبلم بتاعت ماستر محترمه فيها استخدام تحليل عنصري، تحليل لعناصر باستخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة. تمام؟ فده مجال جديد وكده، باعتباري كده أنا محظوظ صح، ومشيت على الأساس ده. لكن أنا ما محظوظ كيف؟ أنه اكتشفت أنه أنا كنت متوقع أنه شغلي بتاع الماستر ما يتجاوز السنة ونص. تمام؟ لما مر السنتين أنا كنت لسه. ف
وبعد ذاك بدأت أحسيبه يا عارف عادي أنت مالك مال التلتلة والبلاوي يا أخي طاقة زرية ولا أنا ده اللي ماستر دقرية عشان أمشي على بلاد الدكتورة أمشي أشوف لي شغلة يعني فمالي مال فده الحتة اللي قلت أعرف فيها أنه في لحظات جاتني إحساس بتاع أنه أنا ما محظوظ لأنه على الناس الزملاء التانيين اللي بدوا ماستر في نفس الوقت مثلا في عدة ثانية أنجزوا وانتهوا وخلصوا وأنا لسه قاعد فبيجيك إحساس زي قصة أن زملائك أصحابك وأنت معك عرش أنت تكون قاعد مع الرسل بيجيك إحساس تكون سعيد بأنهم هم يتزوجوا لكن بتكون حزين أنك أنت ما يعني أو لو أمك عارف المعلومة دي تقوم تقول لك الناس كلهم سويت أنت ما سويت يعني المسألة دي بتكون فيها قدر من هنا فده الحصل لكن بعد ذاك بيجي سعيد ثاني يعني سعيد جدا ايوه الحمد لله في برضه سؤال بيقول لك الـ الكيمياء الاشعاعيه علاقتها شنو بالفيزياء الطبيه؟ طيب نحن قبل عرفنا هو ذاته لما قال فيزياء قال كيمياء اشعاعيه معناه حقه يقول لنا هل بيتكلم عن الراديو كيمستري ولا بيتكلم عن الراديشن كيمستري؟ ده واحد. اثنين قصة أنا ما أنا قلت قبل هو لو قاصد إنه أنا زول عندي إسهام في الفيزياء الطبية أنا ما بتكلم أنا تكلمت عن إنه أنا أسهمت في برامج أسهمنا ونحن مسؤولين في الطاقة الذرية في إنه نخلق برامج بتاع دراسات عليا في المجالات بتاعة النيوكلير ساينس والتكنولوجيا أو مجالات العلوم النووية والعلوم التكنولوجيا النووية بشكل عام من ضمن الفيزياء الطبية لأنه افتكر الفيزياء الطبية من المجالات الهامة جدا في 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 في, في, في في الـ في الـ في الـ في الـ العصر الحديث بتاعنا ده. فعموما الدائرة اقول انه هي ما شوف العلوم دي لا تنقطع صلتها ببعض وفي علاقات كويس في علاقات يعني مثلا لو دارنا اقوم اقرب لو انا فهمت سؤال قاصد انه انا عندي علاقه بالفيزياء الطبيه لا انا ما قصدت كده لكن لو هو قاصد ابسوليوت سؤال انه هل في علاقه بين الفيزياء الطبيه والراديشن كيمستري لو بيتكلم عن الراديشن كيمستري اللي هي الصب قلنا هي سب توبيك من النيوكلير كيمستري في علاقه العلاقه شنو انه ذا سيم الحاجه اللي بيعملوها في العلاج بالاشعاع انه بيعرضوا المريض بتاع السرطان نسال الله السلامه بيعرضوا له اشعاع عشان الاشعاع ده يقتل الخلايا الميته صحيح سوري يعني مش عشان عشان الاشعاع يقتل الخلايا السرطانيه تمام دي تريتمنت لشخص باشعاع الكيمياء الإشعاعية شغالة في التريتمنت ده لكن ما للإنسان لشنو للمواد باعتبار إنه الإشعاع إذا عرض بعض المواد للإشعاع بيقوم يحصل شنو لأنه اتفقنا الإشعاع طاقة وبيحصل تغيير كيميائي التغيير الكيميائي ده ممكن يكون محبوب ومطلوب بمعنى إنه هذه المواد إذا عرضت للإشعاع تستطيع أن تطور في 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 صفاتها وفي خواصها بمعنى أنها تكون تزيد الوزن الجزيئي بتاعها تقوم بتتحمل السخانة بتتحمل الرطوبة بتوصل الكهرباء بتعمل أشياء زي دي فعموما العلوم كلها في المجال بتاع النيوكلير ساينس التكنولوجيا أو مجال التكنولوجيا والعلوم النووية هي مرتبطة ببعضها لو ما كان ارتباط واضح بيكون موجود يعني لأنهم الاثنين الدريسينج بيتعاملوا مع نفس الحاجة كلمة إشعاع موجودة في كل الأشياء دي أوكي نتكلم عن إشعاع نتكلم عن إشعاع في سؤال هنا في الزوم واحد كتب في الشات يعني ناسي شغلك في قطر اللي هو في وزارة البيئة هل في ربط بين شغلك في 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 قطر وهيئة الطاقة الذرية في السودان يعني في اشتراكات في مش في اشتراكات هو نفسه بس الفرق الأساسي اللي هو أنا شغال في نفس الشغل يعني بعمل في نفس الحاجة كنت أعمل هناك تكنيكالي مش بتاع مانجمنت في السودان أنا عندي مساهمات كإدارية يعني كانت عندهم مساهمات بحكم وضعي وحاجات دي الفرق انك انت هناك شغال في بلدك وهنا شغال في بلد حقنا صح يعني صحيح بلد يعني بتعتبره بلد ثاني وكده وانت موجود فيها وكده لكن بمعنى انه انت شغال يعني زي ما بيقولوا هناك في السودان انت ممكن تشغل الطلاب او تشغل الناس هنا انت بيشغلوك بمعنى انك انت يعني انت فولوينج حاجه لكن from technical point of view انا ام دوينج ذا سيم انا بعمل في نفس الحاجه اللي بعملها في تخصصي نفسه نعم طيب يا جماعه نحن ماشيين نحو ختام الونسه الظريفه دي ف يعني هاخد سؤال واحد من الفيسبوك وبعد ذاك ناس الزوم هنديكم دقيقتين ونختم طيب في واحد قال مصطفى فبيقول طيب يا دكتور هل في علاقه بين مجال الراديولوجي
اللي هي الأشعة ومجال الجينتيك انجينيرينج اند جينتيك ريسيرش. هو بيتكلم عن جينيتيك ريسيرش جينيتيك جينيتيك انجينيرينج وشنو هو الراديولوجي. ايوه الراديولوجي ده طبعا انا ما بقى لكن دايره بس داير اقول حاجه يمكن يكون انا قدم في انت كلام وانا قطعنا العلوم مرتبطه وتشابكه لكن لو فهمت حاجه صحيحه انه هو بيتكلم عن الاشعاع الانسان بيستخدمه زي ما قلنا فيه مضار وفيه منافع. الفكره الاساسيه داير اقول شنو انه اذا سقط الاشعاع والاشعاع اللي بنتكلم عنه ده الاشعاع المؤين اللي هو بسموه الايونايزنج راديشن. اشعاع مؤين يعني شنو؟ يعني هذا الإشعاع عنده مروره في المادة يقوم يطلع منها إلكترونات بحولها لأجزاء مشحونة. لما نحولها لأجزاء مشحونة بتكون نشيطة وبالتالي بغير تركيبة وبالتالي يكون في أثر بيولوجي. دي الفكرة الأساسية تمام. هذا الأثر بالنسبة للإنسان ممكن يكون شنو يكون في خطورة على الإنسان. أوكي؟ عشان كده بتجي الفكرة بتاعت الأمان الإشعاع أنك تقدر تستخدم الإشعاع بدون ما. طيب الاثار اللي بتحصل دي من الاشعاع نفسها اللي قلناها دي فيها اثار زي ما قلت لك فيها اثار حتميه واثار عشوائيه. الاثار الحتميه دي قطعيه يعني شنو؟ يعني معنى انه في جرعات معينه ممكن تحصل وفاه، يحصل احمرار في الجلد، يحصل تقيؤ، يحصل الى اخره. دي في الجرعات الكبيره بتاعت الاشعاع الكبيره، يعني دي ممكن تكون حصلت في حوادث كبيره في الجلد. الاثار العشوائيه دي بيسموها الاستوكاستيك افكتس اللي هي شنو؟ انه هي اثار اول حاجه الجرعات فيها ما كبيره صحيح بتتفاوت مع الجرعه كل ما الاثار العشوائيه نفسها من جرعه تكون كبيره تكون الاثار العشوائيه ذاتها كبيره. الاثار دي ممكن تشنو ممكن الانسان يجوك سرطان نسال الله السلامه اللي قدام مثلا ممكن يحصل فيه شنو ممكن يحصل له عقم يصاب بالعقم. اوكي فممكن تحصل اثار جينيه من المساله دي هي حاجه تمشي للجنو للجيل اللي بعدك منك الى اخره. فده لو فهمت انه الاشعاع عنده علاقه بشغل بتاع الجينيتيك انجينيرنج والحاجه زي دي او قد يكون برضه في اشياء بتاع انك انت بالاشعاع يمكن ان تحدث بعض الطفرات الى اخره. وبالتالي الجينيتيك انجينيرنج بتعتمد على شغل زي ده والله اعلم يعني انا اذا كان قدرت. طيب اخر 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 سؤال من الفيسبوك يا دكتور. الموجات بتاعة أبراج الاتصال طبعا فيها استجمة كثيرة جدا ورومرز وكده، هل هي لها علاقة بأمراض خطيرة أو بتأثر على الـ على الـ على الإنسان؟ هذا سؤال وجيه جدا لكن بس أنا داير أقول فيه كلاتي. الفكرة الأساسية مبنية على أنه نحن نتكلم عن الإشعاع ده راديشن. لما تتكلم عن الراديشن معناها تتكلم عن طيف بتاع أشعة طيف سبيكتروم. الطيف ده فيه مجموعة من الإشعاعات هذه الإشعاعات تختلف في طاقاتها وفي تردداتها وبالتالي في أطوال موجاتها. هذا الطيف بيبدأ من الراديو ويف موجات الراديو بعد موجات الراديو بتجي الموبايل بتاعت الموبايل فول. بعدها بتكون المايكرو. أنا ما أقول بعدها شنو تجي شنو يعني معناها شنو أنا ماشي من الراديو للموبايل للمايكرويف الطاقة بتزيد بالتالي الترددات الفريكونسي بتزيد وطول الموجة بقل عشان كده موجات الراديو كبيرة صح؟ وأنت ماشي. طيب أنا قلت شنو قلت الراديو ويف بعدها في الطيف ذاته بعدها الموبايل اللي هي مايكرويف الموبايل مايكرويف بعد المايكرويف لان هي ما حته محدده يعني سبيكترم فيه اطوال موجات وفيه طاقات مختلفه لكن قريبه في الحته ذات المايكرويف. بعد المايكرويف في حاجه اسمها الانفراريد بتعرفوها كلكم اللي هي الاشعه تحت الحمراء بعد هذه الانفراريد في حاجه اسمها الفيزيبل اللي هي المرئيه الاشعه المرئيه. بعدها في الالترا فايلوت اللي فوق البنفسجيه. ايوه دي كلها الحد اللي بتكلم عنها دي كلها دي اشعه عندها طاقات تمام لكن هذه الطاقات لا تؤين المواد يعني لما تمر في الماده
ما بتأينه، ما بتطلع منها الإلكترونات، فقط بيكون عندها أثر حراري عليها، صح؟ كيف فهمتوا كده؟ عشان كده يسموها الأشعة الغير مؤينة، بسموها non ionizing radiation. طيب بعدها طوال بتجي شنو؟ بعد الكلام اللي قلته أنا، بعد الألترا فايلت في حيث اسمها الإكسري، كلكم تعرفوا الأشعة السينية، وبعدها الجاما إلى آخره. دي أشعة عندها طاقات كبيرة تستطيع أن تؤين المواد، بتطلع إلكترونات، عشان كده بسموها أشعة مؤينة ionizing radiation. نحن ما جاء شغلنا في ionizing radiation اللي هو من الإكسري وانت ماشي، لكن استيل هي كلها أشعة. داير أقوله إنه هذه الأسر الأشعة اللي أنا ذكرتها من الراديو ويف والموبايل إلى آخره والهاي تنشن المايكرويف إلى آخره، دي كلها أشعة وطاقات وبتأثر، لكن أثرها لا يصل لمستوى إنه يقوم يعين، وبالتالي هي أقل خطورة من اللي تكلمنا عنها قبل بتاعت الإكس راي والجاما، لكن at the same time عندها أثر قطعًا، لأنه عندها أثر حراري، لأنه طاقة يا جماعة، وبالتالي الناس مفروض تقلل الأثر. وتقليل الاثر ده بيعتمد على اشياء معينه، انك انت تقلل زمن تعرضك له، تبعد ما امكن مسافه اكبر منها، تحاول تعمل لك حوايط او بصدات او بيسموها شنو شيلدنج او حمايه منها as much as possible. لكن الدراسات فيها ماشيه في انه تقوم تثبت تبروف انه هل هي عندها اثر ولا ما عندها اثر. وبالتالي عشان القوانين اوكي في امريكا في 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 مستويات معروفه ان يفترض الناس ما يتعدوها، اللي هو الناس بيقيسوا ترددات، وفي ترددات لما اتصلها بيقوموا ما لا يسمحوا بها. لكن الدائره يقولوا انه عاده في دولنا نحن الناس بتعاملوا معاها باعتبار انه الريسيرش نفسه حيقوم يثبت اشياء لقدام، ولحد ما الريسيرش يثبت اشياء لقدام انا ممكن انتظر الريسيرش يثبت، بقوم as much as possible بوعي الناس، بقول لك يا اخي ما تستخدم الموبايل لساعات طويله، اوكي ما تستخدم الموبايل وانت بتشحن فيه، لانه كده انت you are going to double المساله، لانه في جعاج هيك من الموبايل وفي جعاج هيك من الكهرباء مثلا. اوكي حاول استخدم سماعه مثلا للموبايل مثلا، لو عندك تصديق بتاع مدرسه، المدرسه دي في محطه جنبها بتاعت مايكرويف ريبيتر ولا محطة بتاعت كهرباء الضغط عالي بيمنعوها، ليه؟ لأن المدرسة دي فيها أطفال، والأطفال في أعمار يمكن الأثر عليهم بيكون أكبر اللي قدام في المستقبل. وبالتالي هذه الكل الأشعة دي عندها تأثيرات، والتأثيرات قطعا بتاعتها ما بتكون حميدة، وبالتالي ما أمكن الناس بيحاولوا يتفادوها، لكن في at the same time يستفيدوا منها. دي إذا قدرت أجيب على سؤال يعني خلاص نحن وصلنا الختام. وقبل الختام يا دكتور، والله قبل الختام ده في معارفة يعني فيها أشياء كثيرة، لكن أقدر أقول أنه يعني كون يكون في مبادرة زي دي ويكون فيها ونسة زي أنا بفتكر المسألة دي يعني مهمة جدا جدا وضرورية، وعندها مساهمة كبيرة جدا جدا لو تكررت وتعددت منصاتها وكده، افتكر انه حيكون فيها تبادل لخبرات عظيمه جدا جدا، وفي ناس كثيرين جدا يستحقوا ان يحتفى بهم ويستفاد من تجاربهم. واحد. اثنين، الناس اللي لسه حضروا الونسه دي انا افتكر انه ناس حقيقي ناس جميلين بكل ما تحمل الكلمه من معنى، الان الدنيا والظروف والحاجات دي ناس بيقوا معاهم عندهم زمن زاد يسمع بتتكلم مع زر ويقول لك اختصر، فيبدو انه في ناس محبين في ناس جميلين وعندهم مساحه للاخر، فانا بشكرهم يعني 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 اقول لهم شكرت جميل صنعكم وبدمعي ودمع العين وغياث الشعور حقيقي يعني ما 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 هناي. الحاجة الثالثة والأهم أنه زي ما قلنا أنه نتفق أنه هي ونسة في دروب الحياة فيها تجارب وخبرات إلى آخره، مش كده ما نجاح حصل، عشان الناس ما يربطوا النجاح بدرجة علمية ولا بشكل زول ولا بمرتب ولا بوضع ولا كده. فالنجاح هو عبارة عن زي ما اتفقنا أنه هو عبارة عن شعور بالرضا والسعادة، وهذا الشعور بالرضا والسعادة يعني لابد عشان يحصل لازم يكون في عزم وفي إصرار وفي كفاح وفي نضال وفي أشياء كثيرة جدا جدا.
النجاح موجود بس الزول يفتش له. ونتمنى أن الناس كلهم يكونوا ناجحين فيما ينجزوا، ويا ريت يربط نجاحهم بما يترك أثر عند غيره، يعني النجاح حق ده يرتبط بأثر عند الآخرين، ده يكون عنده قيمة عالية جدا جدا. تمام؟ فلا تظنوا بخبراتكم ولا تظنوا بأعمالكم الجميلة ولا تظنوا حتى بالكلام الطيب، لأنه ويشحذ الهمم ويدعم الناس ويشجعهم بالمناسبة، يعني كلمات جميلة بس ممكن تساعد زول، خليها أنك تقدم له نصيحة علمية أو تساعده في درافتنج بروبوزل، ولا تساعده في درجة بيقدم فيها علمية، ولا تساعده في أنه بمشروع بتاع طبلية عشان ينجح ولا إلى آخر. ده النجاح اللي عنده قيمة، اللي هو عنده أثر عند الناس. وما تكلمت عن أسرتي، أنا متزوج وعندي بنتين وعندي ولدين. يعني أكبر زول عندي نعم، واللي هو مولود 2002، وهسه هي في جامعة قطر في كلية هندسة، وهي عندها رغبة أنها تمشي كلية الطب. زولة very smart ولطيفة وحلوة، أحبها جدا طبعا. أنا أقول بعدها جود امتحنت آي جي السنة دي، هي وأحمد بناتهم سنة واحدة، جود وأحمد الاثنين امتحنوا آي جي السنة دي، آي جي سي اس سي من جريد 11. وفي محمد الصغير وزوجتي، يعني محمد الصغير ده اللي هو في جريد 9، زوج لطيف جدا جدا وزوج شاطر، ويعني بيحب الركلسة وحافظ كل الأشياء اللي عنده علاقة بالكورة، وأنا أحب الكورة طبعا. زوجتي الحبيبة العزيزة منال علي أحمد كيلة، هي بتاع خريجة كيمياء حيوية من كلية الزراعة جامعة خرطوم، خريجة سنة 99، وكانت تربت منزل حتى 2015 تقريبا، يعني من تزوجنا 2001. وبعد ذاك هو بعد أولادها شوية هنا، فاشتغلت الآن شغالة في مختبر، شغالة في مختبر بتاع كيمياء، وذولا طموحة جدا وتقاتل في كل الجبهات، يعني في جبهة البيت وفي جبهة العمل وفي تحفيظ القرآن وفي الأشياء بشكل عام. فدي الأسرة بتاعتي. أسرتي في السودان فيها أمي العزيزة موجودة، هي الخير والبركة بابا آسيا، وفي أخواني وأخواتي وامتداداتهم، يعني أبوي الله يرحمه توفى، رجل كان جميل، ويعني كان المفروض نلقينا فرص عشان نتحدث عنه، لأنه كان هو زول 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 شاعر مجيد، وكتب الشعر كله وأنواعه، ويعني يعني عنده أشياء كثيرة كان ممكن تذكر. وإخوتي في السودان وأصدقائي في كل السودان هم أخواني، وأنا بفتكر إنه في ناس كثير جدا في مسيرتي أنا بتاعت 57 سنة من 63 لحد هسه، يعني ما قدم لي قطعا أكبر بكثير جدا جدا مما أنا قدمته، ولسه في ناس محتاجة أنه أتعلم منه، في ناس بتعلم منه ونسه، وفي ناس تعلمت منه، فكل الناس دي أنا شاكر ومقدر له. ياسين قطعا أنا شاكر، لأنه أتحت لي فرصة أنه أنا علق، يعني وسط ناس أقدر أقوم أذكر بعض الأشياء قد يكون هم عندهم يعني لمسوا فيها بعض الجوانب، وقد يكون فيها جوانب الثانية، لكن هي مساحة أنا أفتكر أنها للتواصل والإسكاء خبرات التواصل، الإسكيز بتاع التواصل دي بالمناسبة بتكمل مرات، لأنه أنا شخصياً بفتكر أنه فقدت التدريب عليها، لأنه أنا يمكن له لي 10 سنين أو صيد السودان، وبالتالي هنا يعني مع الزمن وكده والناس صحيح في سوشيال لايف في الدوحة وعندنا أصحاب وأصدقاء جميلين حقيقي يعني، لكن وشباب ومجموعة من الناس مدني الجميلين وناس اللي بنعرفهم أصلاً والناس أهلنا وأقربانا، لكن يعني الحياة بيقى ما فيها متسعة للتواصل، وبالتالي أنا أفتكر أنه الإنسان بيبدأ تدريجياً يفقد مهارات التواصل، فهذا الفورم أتاح لي فرصة أنه أنا أتواصل، وأتواصل بلغة شكلها مختلف، بيسمعوك ناس مختلفين، فيهم اللي بيستفيدوا فيهم ما بيستفيدوا، في الزول اللي بيكون يعني عنده حاجة معينة هبشته والباقي ما عنده فيه شغالة، لكن أنا أفتكر أنه في يعني ممكن اللقاءات دي تمتد إلى ساعات وإلى أيام وإلى سنوات، وأنا استفدت من لقاءات قديمة أنت عملتها مع ناس بروفيسورز وناس زي ما قلت لك، وأتمنى أنه المسألة تمشي، وأنا على استعداد أنه أدعمها. أشكر برضو هيثم الجميل وأخونا حيدر وكل الناس اللي جو والمبادرة نفسها، يعني البروف
الاعلام وانها هي اتمنى انها انه تكون يعني تتوسع افاقها يعني وتكون تمشي عشان تنجز اشياء كثيره جدا. وتحياتي وتقديري ويعني ما اعرف اقول لكم شنو، لكن كنت سعيد حقيقي بالمساله دي. الله يديك العافية دكتور، وصالة عن نفسي ونيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين بشكرك وأشكر كل الإخوة السهروا معنا على مدى ساعتين 3 ساعات إلى 10 دقائق، وبشكر التيم الشغال. طبعا في تيم شغال في الباك جراوند بيجهزوا في الناس ويتواصلوا مع الناس ويحاولوا إنه يشوفوا الزمن المناسب ليهم. وكمان بنشكر الشباب بتاعنا الديزاين، بيعملوا ديزاين للبوستر، ويعني كل الناس دي المتحملين عشان الحاجة دي تطلع جميلة ويكون فيها نوع من نحن ما متميزين، لكن بنحاول إنه نتعب نكون متميزين. يعني ده كله لنقل المعرفة، تمام؟ نحن الساعة الحاجة اللي بنعمل فيها دي كلها نقل المعرفة. إحنا دارين بعد 10 سنة أو 20 سنة الحاجات دي تكون قاعدة مكتبة عشان يجوا ناس أحمد ومحمد يجوا يقول الحاجات دي قاعدة قدام ونستفيدوا منها ويشوفوا إنه العلوم اتطورت كيف. يديكم العافية. وقبل الختام ونحن مقبلين على شهر رمضان، يعني الطيب صالح كتب كلام جميل جدا جدا، قال لا أظن أن أحدا ينسى الأماكن التي صام فيها، وهل كان الفصل صيفا أم شتاء، وبماذا أفطر ومع من أفطر. ده الكلام اللي قاله بيه الدكتورين عاد. وقد ينسى بقية أيام العام باستثناء أيام قليلة تباغته فيها الحياة كما تفعل بإحدى مفاجآتها السارة أو المحزنة. الأيام العادية تمضي تباعاً طوال العام، لا يكاد الإنسان يحس بمرورها، كأن الزمن نهر سرمدي. ونحن بنقول والله كأن الليل اليوم ده كأنه يعني سبحان الله، يعني الساعات دي جرت بسرعة جداً جداً. يعني أصلاً لما يكون عندي محاضرة أو فيشل أو يكون شغال مع زول، كل مرة بعين للساعة أو أهبش التلفون وكذا. لكن يعني حلقة كانت متميزة مع شخص متميز، وما يعني احنا دي بس فتحنا صفحة واحدة من حياة الدكتور ربعت كباشة حسونة، لأنه في الحديث ذو شجون وفي حكاوي وفي أشعار، وإن شاء الله الوقت يتيح لنا. وشكرا لكم كثيرا يا جماعة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.